مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم وحلم الأضواء ومتابعة لكل ما هو جديد في عالم كرة القدم. يمكن النهاردة خصوصا في حلقتنا اليوم عندنا ضيف مهم جدا، خلينا كده نلم كل القضايا اللي محتاجة رؤية ثاقبة. ودائما هو سواء على تويتر سواء على الفيسبوك سواء في صفحته في الأهرام الرياضي بيكون اللي بيقوله فعلا بنسبة 99% بنلاقيه موجود. فعشان كده احنا شديناه النهارده وقلنا له احنا عندنا مواضيع كتيرة جدا سواء في القسم الأول أو القسم الثاني محتاجينك معانا. الراجل ما تأخرش، الأستاذ طارق رمضان المشاغب والناقد الرياضي بالأهرام الرياضي. عندنا مواضيع كتيرة جدا النهارده، وزي ما احنا اتفقنا في كل حلقة معانا الفقرة الأولى بتكون دائما عن الدرجة الأولى الممتاز واتحاد الكورة والتحكيم وقضايا مختلفة. الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معانا الأستاذ عبد المنعم حسن الناقد الرياضي بالأهرام، والأستاذ تامر عبد الخالق أو كابتن تامر عبد الخالق مدير فني نادي البلاستيك. هنتكلم باستفاضة عن القسم الثاني والقسم الثالث، خصوصا القسم الثالث اللي هو بيمر بحالة النهاردة كبيرة جدا، لأنه على مستوى كل الجمهورية وكل المحافظات هناك تقام مباريات لتحديد من هو الصاعد للترقي للقسم الثاني، وهناك محافظات أو مناطق بيقام فيها دلوقتي الترقي، فلازم نلقي الضوء على هذه الفرق، رغم أن هذه الفرق دي كلها في حالة قلق كبير جدا، لأن القرار بتاع اتحاد الكورة والخاص بيه ان هم الموسم القادم ان شاء الله هيعملوه من 18 فريق، وان هياخدوا كده من الثلاث مجاميع، هيصعدوا طبعا الثلاثه اللي هيصعدوا من كل مجموعه تصعد للدوري الممتاز اللي هو يبقى دوري المحترفين، هيعملوا بقى دوري 18 فريق، فهياخدوا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وبقيه الفرق ديت هتروح فين؟ الحاجات دي هنسالها الاستاذ طارق رمضان. طب تاثير الكلام ده هيكون ايه؟ اللي اتعمل بدون دراسه وبدون تخطيط وفجاه كده صح حد من النوم وقال لنا هنعمل من السنه الجايه، رغم ان القرار ده كان اتقال وفي مجلس في قرار مجلس اداره اتحاد الكوره انه هيتعمل في الموسم اللي هو بعد القادم، لكن فجاه هم قالوا هنعمله. ايه بقى اللي بيدور في الخفايا وليه الاصرار على، هل في حاجه جايه من الاتحاد الدولي؟ هل في حد دخل وقال لهم لو عملتوه 18 فرقه انا هشتري ب 200 مليون و 300 مليون؟ ايه القصه وايه الحكايه وايه الاسباب؟ لان الموضوع ده عمل في الوسط الرياضي هزه كبيره جدا، كل المباريات النهارده بتنتهي بمشاكل. ليه؟ اللي كان في وسط الجدول كان بيقول لك خلاص بقى انا في الثامن في التاسع انا مش نازل ولا طالع، خلاص مفيش مشكله. لا، النهارده ابتدى يهتم انه يكون السادس. ليه؟ عشان يخش في المنظومه ديت اللي هتتعمل السنه الجايه. عشان كده كل مباريات القسم الثاني خناقات وضرب حكام، اول مره نشوف من ثلاث سنين ضرب حكام. اخرها كانت مباراه الزرق اف سي مصر، نزل الراجل عضو مجلس الاداره امد، هنشوف الكلام ده مع بعض على الهواء. القصه دي عملت هزه كبيره يعني فنيا في الملعب وادبيا خارج الملعب، فعايزين نعرف اولها ايه واخرها ايه. ان شاء الله هنشوفها مع ضيوفنا الكرام. يمكن احنا معانا بعض المواضيع ان شاء الله اللي انا هقولها كاخبار وهنناقشها مع بعض مع ضيفنا العزيز الاستاذ طارق رمضان. منها يمكن احمد القصاص كان كاتب بوست وبيقول ان تاني، يمكن انا في الحلقه اللي فاتت كنت مبسوط جدا ان المستشار مرتضى منصور كان دعا في نفس يوم الحلقه، يعني هو دايما كده بيدعو في نفس اليوم الحلقه بتاعتي كل يوم سبت، يقول انا دعوه للتصالح، فجاه اخلص الحلقه تتعاد تاني يوم الاحد، تالت يوم الاثنين يقول لك مرتضى منصور بيتخانق مع ناس تاني، مفيش دعوه للتصالح. حتى انا في الحلقه اللي فاتت قلت يا جماعه يا رب يعني تتلم الامور في نادي الزمالك، نادي الزمالك اكبر من المشاكل اللي بتحصل فيه ديت. هو عمل دعوه تاني جديده، وبالمقابل الناس قالوا الدعوه الجديده للتصالح ليه؟ عشان خاطر الناس بتوع جهاز المركز والرقابه اللي جت تكشف عن النادي والفلوس اللي اتحطت والقصه والحدوته، ما تعرفش ايه الموضوع. ولكن هنقول الخبر، مرتضى منصور بيقول ادعو جميع رموز الزمالك، ما قالش بقى ايه حسنين ومحمدين وهاني وبتاع، لا ده قال كله بقى، ادعو جميع رموز نادي الزمالك سواء كان معي او ضدي من اجل كلسه لم الشمل. سبق وقدمت هذه الدعوه وخرجوا وهاجموني، ولكن اكرر هذه الدعوه مره اخرى للمصالحه مع الجميع. والله العظيم ثلاثه، انا اتمنى اني اتفاجئ بان كل رموز نادي الزمالك الرياضيه قبل الاداريه يكونوا قاعدين معاك يا سياده المستشار، وانك انت تقول انا سيبوا لي الحته بتاعه الاداره ديت انا هشتغل فيها، والحته الفنيه دي هسيب لكم فيها، وانا هجيب واحد متحدث كده يكون رياضي وفاهم الابعاد ايه، هو خليه يبقى هو المتحدث وانت تقعد كده على مكتبك تبقى رئيس نادي. صدقني نادي الزمالك مش هيبقى في الموقف السيء ده، مش في كره القدم بس، في كل الالعاب.
يمكن معانا الأستاذ علي السيسي، وهو دائما يعني بوستاته كده بتبقى صاروخية شوية، ولكن أنا هختصرها. هو بيقول إن هناك فساد في الزمالك، وبيقول لك حتى لا تضيع الحقيقة. الخطاب اللي حصل عليه نادي الزمالك بعد صفقة مع وكيل، أنا ما أقدرش نقول إنها صفقة أستاذ علي، لان ما حدش يعرف ابعتها ايه. هو فعلا طلع جواب من مديريه الشباب والرياضه بالجيزه ان هم موافقين على ان نادي الزمالك يفتح حساب خاص، لان فلوسه مجمده، ولو دخل الفلوس بتاعت اي صفقات في البنوك ديت هيتحجز عليها، عشان الاستاذ ممدوح عباس ليه فلوس وحاجز عليه على نادي الزمالك. فخد موافقه من مدير، طلع بعد كده قالوا لا في الوزاره الجواب ده ما يتمش العمليه، لازم كان يتختم بالنصر من وزاره الشباب والرياضه. طلعوا نفسهم براءه على طول، لازم يتختم ختم نصر من وزاره الشباب والرياضه، ولازم يعتمد من الوزير. طب انا اتحدى لو في جواب طلع من مديريه الشباب والرياضه من الجيزه خد اعتماد من الوزاره، يعني جواب شخصي بين مراسله ما بين نادي ومديريه وخد اعتماد من الوزاره، استحاله الكلام ده. بس عشان الوزاره بتقول احنا بريء، يعني ايه من دم ايه ابن يعقوب، هم قال لك لازم يعتمد ولازم تختم من الوزاره الكلام ده، وضيعوا الراجل بقى مدير الشباب والرياضه فيها. القصه بحذافيرها برضه هنعرفها مع الاستاذ طارق. ولكن الاستاذ علي السيسي بيقول ان في محضر مجلس الاداره قام بفتحه، اللي هو الحساب عام 2015، يعني قبل عامين بعد اتخاذ وقرار بذلك في المحضر رقم 31، محضر مجلس اداره نادي الزمالك 31 سنة 2015، دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية، بما يعني أنه تعد مخالفة للقانون واللائحة. يعني هو عايز ينوه الأستاذ علي أن الزمالك عمل الحساب في 2015 قبل ما ياخد موافقة مديرية الشباب والرياضة بتاعة الجيزة. من هنا أنا أكون معاك. الأستاذ إسلام صادق على قناة سي بي سي إكسترا قال مرتضى منصور استأذن عصام عبد الفتاح في تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة لقاء الزمالك مع النصر. أنا مش عارف بقى الخبر ده، أنا بثق طبعا في الزميل الإعلامي إسلام صادق إنه كلامه دائما يعني بيبقى واقعي، ولكن استأذن يعني طب مين اللي قال؟ هل الأستاذ مرتضى منصور اللي قال، ولا إبراهيم نور الدين اللي قال، ولا مين اللي قال؟ أنا مش عارف يعني المعلومة جات له إزاي يعني. ودي حاجة خطيرة جدا إن عصام عبد الفتاح يستأذن رئيس النادي يقول أنا هبعت لك حكم فلان. على العموم إحنا عندنا في الحلقة النهاردة هنتكلم على التحكيم وقصص التحكيم مع المشاغب طارق رمضان إن شاء الله. إيهاب الفولي كاتب بوسته، وهو وعدنا بمداخله ان شاء الله نعمل له مداخله لانه هو مشغول جدا النهارده، كان المفروض يبقى معانا في الحلقه. بيقول مشروع مدينه الاهلي، قناه في قناه اسمها العربيه، بيقول هاشتاج رحيل المستشار تركي الشيخ من خارج المملكه العربيه السعوديه، وهدفه تعطيل انشاء مشروع مدينه الاهلي. انا سالته انت تقصد ايه، انا مش قادر افهم يعني. قال لي لا انا هلم لك الموضوع وهنعمل مداخله ان شاء الله وارد على هذا الموضوع، احنا اثناء الحلقه هنجيبه باذن الله. أسامة البدري بيقول اختار فريق وليتا ديتشا الأثيوبي يوم 7 مارس المقبل لمباراته مع الزمالك في ذهاب الدور ال 32 من كأس الكونفدرالية، وقد تلقى نادي الزمالك خطاب رسمي بذلك يؤكد اختيار الفريق هذا الموعد 7 مارس الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة. وبيقول من المقرر ان تقام مباراه العوده يوم 16 17 18 مارس. انا بقول له ستوب، التوقيت ده بيكون في انتخابات رئاسه تقريبا اعتقد كده يعني، فاعتقد ان هو ممكن يبقى قبل كده او بعد كده. معانا خبر بيقول جايبه من جريده النبأ، بيقول الخطيب يقرر، انا مش مع الكلمه بتاعت العنوان اللي هي طرد عبد الله السعيد واحمد فتحي من الاهلي، وان الخطيب بيقول محدش يلوي دراعي. قالت مصادر مطلعه ان الخطيب ان الكابتن محمود الخطيب قرر الاستغناء عن نجمي الفريق عبد الله السعيد واحمد فتحي بعد رفضهما التجديد للاهلي، وابلغ حسام البدر بالقرار وقال له محدش يلوي دراعي والى اخره. انا عايز اقول ان الجديد ان
يعني اخبار قد تكون اكيده 100% ان هناك تجديد 3 سنوات على اساس ان هو يكتب في العقد اعارتهم خارج الاهلي، يعني منصوص كده في العقد ان هم هيجددوا على ان الاهلي هو اللي يتبنى اعارتهم لاحدى الانديه، خصوصا العقد اللي جاي اللي هي عبد الله السعيد وهو بمبلغ كبير جدا يصل الى 90 مليون جنيه، وهو الراجل بيبطل. يعني العقد اللي انت بتعمله يا اهلي مع عبد الله السعيد بعد 3 سنين مش هيكون عبد الله السعيد، هيكون عبد الله خليل، ما خلاص السن ما فيهوش. ولكن هي الاستفاده الماليه بان النادي الاهلي هو اللي يسوقه في الانديه اللي هي عايزاه، وانا اعتقد ان الموضوع ده هينتهي. المشكله ان الناس زي ما بيقول الكابتن خطيب، لو كان قال الكابتن خطيب كده، الاحوال والحياه الماليه والاستثمارات اتغيرت، ما بقتش النهارده الانتماء للاهلي الكلام بتاع زمان بتاع السبعينات والثمانينات ان يقول لك لا انا يهمني الفانله الحمراء وامضي على بياض. النهارده بقى خلاص انت نفسك يا كابتن محمود يا خطيب لو جالك النهارده عاد انك تبقى رئيس مجلس اداره نادي زي ريال مدريد ولا بتاع، هتسيب الاهلي؟ مش هتقول الفانله الحمراء ولا النادي الاهلي. النهارده الناس بتفكر باستثمار، حتى انت بتقول الاستثمار، ما يبقاش الاستثمار بقى ان انا اعمل مدن واعمل استادات واعمل واجي عند اللاعب اقول لا الولاء، هو انت يعني هنا يعني هنا تبقى حلوه وهنا تبقى وحشه؟ يعني هنا الله غفور رحيم وهنا عذاب شديد؟ ما ينفعش. لازم اللعيب برضو بيدور على مصلحته، والراجل ادى كتير جدا، والمهاجمه لعبد الله السعيد ولاحمد فتحي دي انا مش موافق عليها، لان عبد الله السعيد واحد من الناس المخلصه جدا مع النادي الاهلي خلال الفترات السابقه وحققوا بطولات كبيره جدا، ولكن ان الاوان ان هم يامنوا مستقبلهم، وده مش عيب ولا غلط في الكوره يعني. في تاني عشان عايز بس استقبل بقى ضيفنا العزيز الاستاذ رمضان، في خبر كده برضو الاسماعيلي بيقول في احمد عبد الهادي بيقول لو فعلا في عرض لمحمد عواد في بازل اعتقد ان ده شيء رائع، لان بازل محطه مهمه لانديه عالميه، وان مفيش حاجه اسمها ان هو رايح النادي الاهلي او الزمالك. الناس زي ما انا بقول كده، الناس النهارده بتفكر بالدولار، بيقول لك زمان كان الدولار ب 6 جنيه دلوقتي بقى ب 18 جنيه، وانا لما بيعه في بازل بمليون دولار يبقى انا كسبت جديد، لما احولهم لجنيه مصري هتفتح لي واقدر اجيب لعيبه واقدر استثمر واجيب لعيبه. العمليه بقت استثمار النهارده، ما بقتش عمليه انتماء. اتمنى الاسماعيلي ان شاء الله واحنا بنقول الخبر بتاعه ان هو يعني يخطو خطوات طيبه وتنتهي مشاكله، لان الاسماعيلي من فواكه الكره المصريه اللي بتمتعنا كوره، نتمنى ليه الاستقرار باذن الله. انا معايا صوره كده في ماتش الاتحاد وكاتبها هاني الهن، هو اللي منزلها على صفحته، بيقول الطفل ده كل ذنبه انه طلع في الدنيا اتحداوي. يعني الاتحاد لما كان كسبان 1-0 وفي الدقيقة الأخيرة كده حصل التعادل، حصلت حالة إغماء لأحد المشجعين، مش حالة واحدة يمكن أكتر من حالة، الناس اتحادوية، الناس دي بتعشق نادي الاتحاد، ومنهم الطفل اللي بكى دوت وهو ابن من أبناء النادي وبيلعب في الناشئين وكان رايح عشان يشجع. يعني صورة مؤثرة، بيقول لكن يا خسارة هيقضي عمره يبكي ويشوف بلاوي لحد ما يجي اللي يشيل همه ويسمح يمسح دمعته ويداوي، ولكن ان شاء الله هتكون موجوده، ويمكن احنا مع الاستاذ مصلح ان شاء الله نديله فرصه اكتر، بس الاتحاد يخرج من، لان هو في مرحله خطره كبيره جدا جوه نادي الاتحاد دلوقتي، فرقه مهدده يعني مش خلاص قاعده، ويعني الاتحاد خلاص. يعني في سنوات سابقه كان الاتحاد كل ما يقولوا هيهبط كان بتعدل الجدول كله عشان خاطر الاتحاد السكندري، اعتقد لو وقع ما حدش هيقدر يعملها، لكن النهارده زي ما بيقول بقى في انفتاح كبير جدا، ما حدش يقدر يخفي خبر النهارده، وانا قاعد دلوقتي ممكن الخبر تلاقيه بقى موجود في الفيسبوك، كان هقول ايه ممكن يقول لي انا هقوله كمان. معايا ابراهيم فايق، كان زينا زي ضيفنا اللي هيجي الاستاذ طارق، زي هيجي عبد المنعم حسن، كل واحد اعلامي النهارده كل ما بيقول خبر، يعني لو اتكلمت على الخطيب يقول لك اصل ده ضد الخطيب وضد النادي الاهلي، بعد ربع ساعه لو اتكلمت على الزمالك اصل ده زملكاوي، واصل هي بقت كده في الاعلام دلوقتي، وخصوصا بعض جماهير النادي الاهلي ما بتتقبلش. ابراهيم فايق بيقول لما كنت بقول صلاح محسن في الاهلي علشان دي مصادري ما كانش حد بيقول لي هو انت كنت معاهم، طب قول ايه معلومة عن الثنائي، يبقى لازم يتقال لي انت كنت معاهم، ايه الازدواجية ديت. رجع تاني ابراهيم فايق بيقول تاني برضو ده على صفحته، لما كنت بنتقد رئيس الزمالك واقول محدش اكبر من النقد كنت ببقى اعظم واحد في الكون، يقصد عند لعيبة عند جماهير النادي الاهلي،
وبيقول لما انتقد سيد عبد الحفيظ بقيت بصافي حسابات علشان لازم يبقى وراء نقدك غرض. بيقول كنت عملتها سنة كام أصلا لما كنت بدافع عن بيبو كنت عظيم، ولما ضحكت أو لما وضحت مشكلة تجديده أصلا مصر كلها شايفاها بقيت وحش. حكموا عقله، ده بيقول للجماهير حكموا عقله، الجماهير مش هتحكم عقلها، هتقول خبر ضد الزمالك هتبقى أنت أهلاوي، هتقول خبر على الزمالك هتبقى أهلاوي، هتقول خبر على الأهلي وعلى الزمالك هتبقى إسماعيلاوي. مش هنخلص، انا معايا اخبار كتير جدا، ولكن انا عايز اخد وقت كويس جدا مع الاستاذ طارق رمضان الصحفي بالاهرام الرياضي. هناخد فاصل في يمكن تقرير من القسم الثالث، الجو في مجموعه القاهره والمجامع الاخرى سخنه جدا، فجايبين تقارير كثيره جدا النهارده هتكون معانا، فهناخد كده تقرير في الفاصل عن مباراه نادي اسكو ومصر للتامين اللي انتهت بفوز اسكو بقى اللي كان في الممتاز وطلع لعيبه مختار وحمدي نوح وياسر وشغلان وعاطف جعفر. فوزه النهارده خلاه يستمر في القسم الثالث، مش بينافس، خلاه يستمر في القسم الثالث. هناخد فاصل سريع ثم نعود ونستقبل ضيفنا الكريم الكابتن طارق رمضان الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي. فاصل. كابتن ابراهيم صلاح نجم اللقاء النهارده ونجم فريق نادي اسكو، بقول لك الف مبروك على الفوز وكنت من افضل لاعبي اللقاء. الحمد لله النهاردة. الحمد لله تعبنا طول السنه والله، بس الحظ ما كانش معانا والجهاز تعب واللعيبه تعبت كلها والله، والحمد لله ان احنا ضمننا البقاء، والسنه الجايه ان شاء الله النادي يكون في حته افضل ان شاء الله ونصعد ان شاء الله. الحمد لله بشكر الجهاز واللعيبه كلها والله، والاداره كلها وقفت جنبنا، كل الناس وقفت. احساسك ايه النهارده وانت صنعت هدف الفوز النهارده الغالي؟ الحمد لله والله، الحمد لله بنشكر ربنا وبنشكر اللعيبه، كلنا تعبنا وربنا كلل المجهود بتاعنا ان شاء الله الحمد لله. كابتن حمدي خاطر مدرب عام فريق نادي اسكو، الف مبروك على الفوز يا كابتن. الله يبارك في حضرتك ومتشكرين جدا، انتوا تابعين الدرجه الثالثه، وبشكر الكابتن خليل ابو العيله وبنشكركم. الحمد لله احنا تعبنا النهارده، عملنا ماتش كويس وكنا بنلعب وان سايد جيم، وده بصراحه مش وضع اسكو فريق كبير وكان ليه صولات في الممتاز وكان الحصان الاسود، لكن برضك احنا صادفنا سوء بخت كتير قوي السنه دي، اصابات كتير، بنتمرن على ملعب مش ملعبنا وبنلعب على ملعب مش ملعبنا. الحمد لله ان احنا خدنا 3 بونت دول، ونتمنى من السنه الجديده ان شاء الله اسكو يبقى في مكان احسن من كده ان شاء الله. كابتن عبد الجليل البدوي من نجوم نادي اسكو القدامى، الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك والف مبروك لنادي اسكو، لان ده الموقع مش ده ترتيبه ان هو يستاهل يبقى في اخر ماتش مهدد بالهبوط، لان الناشئين افضل اتكلم عن الناشئين طول عمري، هتكلم عن الناشئين طول ما في ناشئين في مصر هيبقى في لعيب الكوره في مصر. كابتن سامر فاي الف مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك، الحمد لله بنحمد ربنا وبنشكر اللعيبه على اخلاصها النهارده وادائها الطيب والحمد لله. يعني فوز مهم النهارده يا كابتن. جدا جدا كده ضمن البقاء في ان شاء الله ان شاء الله، هو بس كانت حصل دروب وكده لبعض الظروف كده، وكنا متصدرين يمكن 8 اسابيع، وبعد كده حصل دروب مشيان لعيبه واصابات وحاجات زي كده، ولكن الحمد لله اللعيبه عندنا اثبتت ان هي رجاله وبتظهر في وقت الشده. كابتن احمد شمروخ مدرب حراس مرمى نادي اسكو، الف مبروك الفوز النهارده والف مبروك الاداء المتميز اللي كان عليه احمد عادل حارس المرمى. الله يبارك فيك، واحنا بنهدي الفوز ده لعشاق نادي اسكو، وبنرجو من ربنا سبحانه وتعالى ان الطفره اللي حصلت النهارده في المباراه تتكرر كتير، ونادي اسكو مش وضعه دوت، وان شاء الله الايام اللي جايه يعني ان شاء الله نادي اسكو هيكون افضل من كده بكتير جدا. كابتن محمد جمعه نجم اللقاء وصاحب هدف الفوز النهارده، بقول لك الف مبروك على الفوز المهم ده. ربنا يخليك يا كابتن، الحمد لله ربنا كرمنا كلنا كرم الفرقه. احنا بنقول احنا مش عارفين المستوى اللي احنا كنا فيه دوت، مش مستوانا طبعا، وده مش اسم نادي اسكو، بس الحمد لله سنه وعدت بحلوها ووحشها، نفكر بقى في السنه الجايه ان شاء الله، والحمد لله ربنا كرمنا وكرمنا بهدف كويس الحمد لله،
خرجنا من اللي احنا فيه والحمد لله الاداء، الحمد لله على النتيجه، ربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. الحمد لله على كل شيء، يعني احنا بفضل الله علينا اشتغلنا واجتهدنا وبدانا نجيب من القطاع عندنا، لان في عندنا مشاكل كتيره مع اللعيبه الكبيره، والحمد لله على كل شيء. يعني كان ناقص بس التوفيق النهارده وقدمنا كرة حلوة، لكن الحمد لله كنت عارف ان في الاول وفي الاخر مكسب خساره تعادل. احنا عندنا منظومه كبيره جدا تحت بقياده الكابتن رمضان ابراهيم ما شاء الله. ده كلام الدكتور عادل اللي هو رئيس مجلس الاداره، قال لنا لازم نشوف ولادنا الفتره اللي جايه ديت، احنا خلاص قعدنا ما فيش نزول ولا في حاجه، ونبدا نشتغل على اولادنا، وده اللي هنعمله ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله، وهتنبسطوا وهتقولنا مره واثنين وثلاثه باذن الله. بهدف الى شيء وثلاث نقاط مهمه جدا انتهى بها لقاء فريق اسكو ونادي مصر التامين. ثلاث نقاط صعد بهم وضمن بهم بقاء نادي اسكو من ملعب المؤسسه العماليه. باسم كمال، برنامج حلم الاضواء. المحلة أحد القلاع الرياضية الحديثة بمدينة المحلة، أحدث الصالات المغطاة وقاعات لكبار الزوار، ملاعب خماسية للأعضاء بالنجيل الصناعي لأكثر من لعبة، صالة جيم تحتوي على أفضل الأجهزة الرياضية. احنا بندعو كل الشباب إن هو يشارك معنا في المنظومة الرياضية الجميلة اللي في نادي الصيد. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالمية يساهم في صناعة الأبطال، مجمع الصالات المغطاة، ملاعب كرة السلة، الطائرة، اليد، كرة القدم الخماسية، صالات للجيم وأحدث الأجهزة الرياضية، أجهزة أيروبكس عالمية، صالة للمنازلات لكافة الألعاب الفردية، صالة بلياردو عالمية. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق أسسه الأبطال. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات دولية بعقول مصرية، ترجمة الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك. خدمة العملاء 19114. مصر للتأمين، حصن أمان للملايين. هذا البرنامج برعاية. عدنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى لاستقبال ضيفنا الكريم والمشاغب جدا جدا جدا، وحط جدا دي تحتها ثلاثة، الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي بالأهرام. بيبقى شيء جميل جدا لما بيكون هناك ناقد حتى وهو بينقدك أنت بتحبه، حتى وهو بيقولك ده صح وده غلط أنت بتحبه.
قليل قوي لما تلاقيها في الوسط الرياضي، منهم الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي. مشرفنا يا كابتن طارق. انا المتشرف بيك انت عارف يعني، ومشرف ليا ان انا اكون معاك في برنامجك، ومتشكر على الكلام الحلو قوي. حبيبي يا حبيبي يا مولانا، ربنا يخليك. مولانا دي اصلها الصفه اللي الناس كلها بتتكلم بيها الاستاذ طارق، مولانا الاستاذ طارق رمضان. انا بس قبل ما ابدا مع الاستاذ طارق رمضان، المفروض اللي هيكون معانا ضيف في الفقره الثانيه الاستاذ عادل محفوظ او الكابتن عادل محفوظ، رئيس اللجنه العليا للقسم الثالث، اللي هي على مستوى الجمهوريه النهارده في يعني حاله وحدث موجود في كل المحافظات، ولكن نتمنى الشفاء لابنه المعتذر لان ابنه مريض، نتمنى له يا رب الشفاء، وان شاء الله لازم نطمن عليه كمان بمداخله اثناء الحاله باذن الله، نطمن عليه ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. كابتن رمضان طارق رمضان المشاغب، نبدا منين؟ عندنا مواضيع كتير قوي. هبدا بس معاك من كلمه في الخبر اللي انت عرضته بتاع كابتن محمود الخطيب طرد عبد الله السعيد. بص انا ما اعتقدش ان كابتن محمود بيستخدم هذه الالفاظ خالص، يعني كلمه طرد هي اثاره صحفيه بس. لا هو دايما ما بيستخدمش بالظبط، هو شخصيه مهذبه كمان ما بيتدخلش الا في الامور اما تبقى واصله لاصلها، لكن سواء عبد الله سعيد جدد او احمد فتحي جدد او ما جددش، المساله راحه لتفاصيل تانية، سواء جدد ثلاث سنين سواء في خلافات، ديت مفاوضات ما بين النادي وما بين لاعيبته. فاعتقد ان كابتن محمود ما بيستخدمش اللفظ ده تماما يعني، وانا بتفق يعني مع حضرتك، ويمكن عشان كده انا ولا حتى بيبقى عملت حد تحفظ على بالظبط، عملت تحفظ على الخبر بس التوضيح يعني. لكن تعالى بقى، ولكن انا الخطيب تدخل بعد ما سيد عبد الحفيظ ما قدرش لا ولا او فشل في انه هو يتفق. هقول لك على حاجه، في مدير للتعاقدات في النادي الاهلي. نعم. يعني لما تيجي تقول لي اصل الملف ده في مدير اسمه مهندس عادل القيعي، هو ده مدير التعاقدات، هو ده اللي بيتفاوض، هو ده مدير الكره بيقول انا عايز فلان بس. بعد كده الملف طبيعي بيتنقل لمدير التعاقدات. تمام. مدير التعاقدات بيبقى بينه وبين رئيس النادي. تمام. لكن يعني لما تيجي تقول لي كابتن سيد عبد الحفيظ فشل في اداره، هو ملوش دعوه باداره هذا الملف، اداره هذا الملف ان هو بيقول انا عايز 1 2 3 4 كمدير كوره، وبعد كده مدير التعاقدات هو اللي بيقعد، هو اللي بيتفاوض، هو اللي بيقول، هو اللي بيتكلم، اذا صادفوا احتياج ان رئيس النادي بيتدخل. لكن الملف كله في ايد المهندس عادل القيعي. يبقى ما فيش بقى ايه يعني، مع احترامي طبعا، ان لا كابتن سيد عبد الحفيظ قال، لا كابتن سيد عبد الحفيظ سرب، لا كابتن. انت شايف ان الموضوع ده خد اكبر من الموضوع خد الموضوع طبيعي جدا، اللعيب يمشي ويروح يامن نفسه عادي جدا، ايه المشكله يعني؟ يمشي ما دام مش عايز النادي، يمشي اذا كان ليه فرصه افضل، يمشي اذا كان عنده عرض افضل. ديت حاجه بره بتتلخص في قبول ووفاق. في جماهير بتغضب، في جماهير ليه بنوصفها بالخيانه؟ ما هي بقى احنا عندنا الفاظ كده غريبه تم استحداثها يعني. الخيانه والعماله ليه في مش ابن النادي الاهلي؟ لا ده البطولات اللي عملها دي كلها أيوة مش ابن النادي. ما هي دي بقى، واصله مش عارف جاي ايه. لا يا جماعه، المساله بتخضع للعرض والطلب. انت بتقول لي 10، انا بقول لك 11. انت بتقول لي مش موافق، روح شوف حالك، بروح اشوف حالي. لكن هي المساله لا تخضع للخيانه والعماله ما فيهاش كده في التفاوض في كره القدم. احنا عايزين نغير ثقافتنا شويه. بالظبط. احنا بنراقب عمليه المفاوضات. النهارده مدير التعاقدات طلع والله يا جماعه انا ما قدرتش اوصل لحل مع اللاعب، واللاعب عايز يمشي، يتفضل. ما هو عبد الله سعيد مشي من النادي الاسماعيلي، وعبد الله سعيد ممكن يمشي من النادي الاهلي، واحمد فتحي مشي ورجع. بالظبط. يعني احمد فتحي مشي مرتين ورجع. بالظبط. وكابتن حسام البدري نفسه مشي ورجع. يعني احنا بنتكلم على ان بقى دي سياسه كره القدم. بالزبط. لا تصل لخيانه وعماله، والالفاظ الجامده اللي بتستخدم ديت غريبه جدا يعني. حتى في المسميات بتاعه الانديه النهارده يقول لك القلعه البيضاء، بعد ما كنا بنقول مدرسه الكوره والهندسه بدنا نسمي يعني اسماء صارخه، القلعه البيضاء، القلعه الحمراء. ايوه الفرسان. دوله الاهلي، دوله الزمالك، هو في ايه؟ ما هو بص، هي اذا كانت دوله دوله، لان ده عنده عدد كبير جدا من المشجعين، وده عدد كبير جدا من المشجعين. لكن الى النهارده القلعه انت بتلاقي لاعب مثلا ما بيعرفش يوقف كوره، يقول لك هذا اللاعب الرائع الجميل، شفت عمل الفنت ازاي؟ يعني انا جايب لاعب عشان يعمل فنت؟ يعني انا دافع عشان اعمل فنت؟ بتدفع 15 مليون عشان فنت؟ يقول لك شفت بقى المهاره بتاعته عدى ازاي؟ ما انا جايبك دافع فيه فلوس ليه؟ ما انت عشان تعدي مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وتعمل فنت. لكن تعمل فنت يعني ايه؟ يبقى الفنت بكام؟ الفنت بمليون. يعني 15 فنت ب 15 مليون. ما هو لان انت اصلا ما عندكش، بص ما عندكش معايير
محدده انت بتطالب بيها. عشان كده بتلاقي الارقام كبيره قوي جدا، وبعدين تقعد تبص على اللاعب يقول لك شفت بقى اصله محتاج التاقلم، فيجي لاعب تاني ينهي لك على الحته دي. يعني يجي لاعب تلاقيه متاقلم على طول. ليه؟ هو جاي من نادي ايه؟ جاي بيتحمل الضغط على ايه؟ جاي بيشتغل على ايه؟ دي كلها انت ويقول لك طب اصبر عليه بس. ده جاي ما هيجي منه. ايوه ماشي، ما هو احنا بنقول اللاعب بيبان من عنوانه من اول لمسه. تعرف ان اللاعب ده هيتاقلم بسرعه ولا محتاج تربيه؟ ما مش عيب النادي يجيب لاعب عشان نربيه. انا ممكن اجيب لاعب وابدا اربي فيه، اعلمه السيستم بتاعي ايه، الاداره بتاعتي ازاي، طرق اللعب بتاعتي ازاي، لان كل لاعب وكل مدير فني له طرق لعب. وممكن يبقى ينفع. يعني النهارده مثلا محمد صلاح بيلعب راس حربه صريع، راس حربة صريع ومش حتته ولا لعب وجاب جونين. فبالتالي قدره المدير الفني على توظيف اللاعب وعلى ان هو يديله المساحات اللي هو عايزها. زي ما قلنا في الزمالك كده يلعب باك ليفت بيأدي، يلعب هاف بيأدي. فبالتالي اللاعب بيمام من اول لمسه. بالظبط. عايز يتربى بقى دي حاجه تانية. يبقى مهمه النادي بيربيه بيمام من اول فينت. من اول فينت. بيعجبني قوي عمل فينت جامد، شفت بقى، ويبدا يتكلم على الفينت ده مثلا طول الماتش. نخش بقى يلا بينا اللائحه الخاصه بالانديه اللي هي اللائحه الماليه، واعتقد ان هي اللي بتتحكم في قرارات كل مجلس اداره. انت ليك رؤيه خاصه يا كابتن. من الاخر اللائحه دي طلعت في سبتمبر اللي فات، شهر 9 اللي فات، وتوزعت 2017 وتوزعت على الانديه. تمام. اي قرار بياخده رئيس مجلس الاداره او اعضاء مجلس الاداره في كل الانديه، مش في نادي اللي هو الانديه الخاضعه لوزاره الشباب والرياضه اللي احنا بنسميها الانديه الجماهيريه، اي قرار بياخده هو قرار مالي. يعني هيشتري لاعب، قرار مالي. هيطلع مكافاه، قرار مالي. هيبني سور، قرار مالي. حمام سباحه، قرار مالي. يعمل جنينه، قرار مالي. اي حاجه بياخدها في القرارات دي قرار مالي. فاللائحه الماليه اللي صدرتها وزاره الشباب والرياضه محدده لي حاجتين، في لائحه ماليه داخليه وفي لائحه اسمها لائحه النشاط الرياضي والاجتماعي. الاثنين ماليين. دي اللي بيعملها النادي. دي هو بيطلب اللائحه الماليه بتقول له اعمل لائحه داخليه تتضمن نظام تحصيل الايرادات وصرف الاعتمادات المدرجه بموازنه النادي. تمام. فتح الاعتمادات خلال السنه، يعني انت هتفتح اعتمادات دي سلف ومؤقته ومستديمه، نظام المخازن والجرد وكل ما يتعلق هنا بايه، وحتى العضويات. لكن اللائحه بقى، لائحه النشاط الرياضي والاجتماعي بقى، بتتكلم لك على ايه؟ بص يا كابتن، تنظيم النشاط الرياضي والاجتماعي بصوره متنوعه، تحديد مصروف جيب للاعبين وبدلات اللاعبين والمدربين والاداريين وطرق التعاقد معهم، طريقه التعاقد ايه، رعاياتهم، تحديد حوافزهم والجزاءات الخاصه بهم، وطريقه بيع وشراء واعاره واستبدال اللاعبين بمراعاه المصلحه العامه للنادي، والاعتمادات الماليه المتاحه على ضوء الاحتياجات الفعليه للنشاط الرياضي داخل النادي على وفق ما يرى مجلس اداره النادي. خلي بالك بس من حاجه، ان حتى برضه في اللائحه الماليه الداخليه بيقول ايه، على وفق ما يراه مجلس اداره النادي وبما لا يخالف احكام القانون واللائحه الماليه دي. يبقى احنا في اللائحه الماليه الداخليه ولائحه النشاط الرياضي والاجتماعي وفق ما يراه مجلس اداره إيه؟ النادي. النادي. طيب هنا ما جابش سيره الجمعيه العموميه، هو بيقول لك وفق ما يراه المجلس الاداره. طيب النادي يحق له ان هو يفتح حسابات بنكيه؟ انت عندك قرار من الحكومه المصريه واضح وصريح، ما كانت كل الامور الماليه. نعم. ما فيش حاجه اسمها خزنه، مفيش حاجه تمسك فلوس في ايدك. بالظبط. لازم تروح البنك، وما تيجي تقبض حتى مرتبك بتقبضه من البنك. تمام. يعني انت تقبض العاملين عندك مش بايدك، مش بخزنه، من البنك. فبيقول لك تودع الايرادات، هو هنا ما اتكلمش بقى كمان على المصروفات، بيقول لك الايرادات اللي جايه لك بتتحط في حساب النادي، حساب النادي. النادي خلي بالك اول واحده، او البنوك الخاضعه للايه؟ للبنك المركزي. اللي يتم اختياره من مين؟ من مجلس الاداره. مش مالكش الجمعيه العموميه، قالك مجلس الاداره. وبقول لك ان انت تفتح حسابات فرعيه في كل البنوك لاغراض محدده تحت رقم اخر الحسابات الاجنبيه. يعني يبقى عندك حسابين، واحد مصري واحد اجنبي. تمام. طيب وفي جميع الاحوال، عشان بقى اختار الجهه الاداريه دي، عشان الجهه الاداريه دي مهمه، يجب اختار الجهه الاداريه المختصه بجميع جهات الايداع التي يتعامل معها النادي وارقام الحسابات. تمام. يعني حضرتك هتروح البنك تفتح الحساب، لازم توديه للجمعيه للجهه الاداريه المختصه اللي هي مديريه الشباب والرياضه، تمضي لك وتختم لك عليه. انا عايز اقف هنا. يلا. نادي الزمالك خد الخطوات ديت. انا هجي لك.
خد الخطوات ديت. وهنا السؤال اللي انا عايز اساله، متى يتدخل الوزير وهل ليه حدود في التدخل؟ برافو، بس هقول لك بقى، ما انا هاجي لك لتدخل الوزير. تمام. يبقى اذا انت ما تقدرش تفتح حساب في البنك الا بموافقه الجهه الايه، ما تخطر بالحساب ده الجهه الاداريه، والجهه الاداريه تمضي لك وتختم لك بختم الناس، وده اللي تم. ما مضتش وما ختمتش يبقى لا يجوز، يبقى كانك ولا يستطيع البنك هنا انه يتعامل معاك، لازم تروح له بالجهه دي. طيب تمام. اي تغيير يطرا بقى، اي تغيير، خلي بالك برضو ايه، احنا تغيير، انا عايز اغير بقى ايه، اسمي الحساب ده سيد، اسميه مش عارف ايه، اسميه ايه، لازم برضو ايه خلال شهرين على الاكثر، شهرين على الاكثر تخطر به الايه الجهه الاداريه. تمام. لا يجوز لك التهاون في تحصيل الايرادات الخاصه بالنادي. تمام. يعني ما تسيبهاش. طيب كمان بيقول لك جميع اموال النادي مخصصه للصرف على تحقيق اهدافه في الفصل الثاني ماده 28 دي بيقول لك تخضع للائحه الداخليه التي تصدر بمعرفه النادي سلطات وصلاحيات الصرف بما يخالف الاحكام الوارده. تصرف بايه؟ بشيكات. يعني تصرف بموجب شيكات على البنك. تمام. موقعه من رئيس النادي توقيع اول ومدير الصندوق. طيب نيجي بقى لحدود تدخل الوزير. طب تقول الوزير يتدخل امتى؟ يتدخل بالظبط وحدوده ايه في التدخل؟ حلو قوي. عشان نقول الوزير بيتدخل امتى، لازم نشوف الماده 52 بتقول لك يلتزم النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابيه بالدوله. تمام. واتخاذ اللازم بشان ما يرد من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على ازاله ايه اسبابها مع حق تلك الجهات في اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه وذلك باعتبار اموال النادي اموال عامه. كلام حلو قوي. تمام. ككل الجهات الرقابيه بتراقب النادي. الجهه الاداريه المختصه اللي هي مركز الشباب والرياضه، الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابه الاداريه، اي جهه مباحث الاموال العامه، كل الجهات دي بتراقب النادي ممكن ساعه بساعه. ولو ما ازلش يتخذ اجراءات. انا بس عايز اسال سؤال هنا يا استاذ طارق، هل تدخل الرقابه الاداريه او الجهاز المركزي للمحاسبات او الاموال العامه بناء على توجيهات او حاجه من وزاره الشباب والرياضه؟ لا 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 لا. مين لا لا. اللي هل بناء على شكوى؟ لا 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 لا. ولا من اي، في اي وقت ممكن يدخل؟ في اي وقت، في اي وقت ادخل. ولا يجوز للنادي ان هو يمنحه. يمنح. يعني انا ممكن اجي لك الساعه 12 اقول لك ايه، وريني انت صرفت مثلا 5 جنيه لفلان ليه؟ فين الوصل؟ ما ادتنيش الوصل، يقول لي قدامك شهر واحد عشان تجيب لي الوصل، ما جبتش الوصل يبقى مخالفه ماليه واداريه ممكن احبسك. انا من كلام الاستاذ طارق رمضان وانا يمكن في وانا بقدمه في فقره الاخبار قلت لكم، هو دايما 99% من الحاجه اللي بيقولها انا بجدها دائما بتكون صح. هو هنا ادى براءه لنادي الزمالك يعني. ما لا هو هنا كمان في حاجه، ما هو لا هو هنا بس هجيب لك بقى الوزير، الوزير مختص يتدخل امتى بقى؟ اي وزير مفيش حاجه اسمها بالعلم. يعني افرض ان انا قلت دلوقتي ايه، والله انا عملت كذا وكذا تصريحات تلفزيونيه، الوزير لا يتحرك بالتصريحات التلفزيونيه. يعني افرض مثلا المهندس هاني زاده طلع وقال انا فتحت حساب خاص ليا بالنادي الزمالك وانا اللي بصر، الوزير هنا ما يقدرش يتدخل بالعلم. الجواب اللي انت حضرتك قلت عليه المستشار مرتضى منصور طلع قال انا عملت حساب للمهندس هاني ابو ريده هاني زاده يبقى برضه الوزير هتحرق. الوزير له حدود محدده في اللائحه بتقول ايه بقى؟ الوزير المختص اتخاذ جميع الاجراءات القانون، جميع الاجراءات، خلي بالك من الجمله بس عشان الناس تبقى اي اجراء قانونيه يراها الوزير تجاه مجلس اداره النادي في الحالات الاتيه: واحد، مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه اللائحة. تمام. أدي أول بند. تمام. تمام. طيب عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة في المواعيد المحددة اللي احنا قلناها دي. تمام. طيب ثلاثة، عدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء أعمالها الرقابية داخل النادي. أربعة، المخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة. خمس، عدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية، التأمينات، الضرائب وغيرها من الجهات. يتدخل. حدود تدخله يصل إلى درجة قالت مجلس الإدارة. لما يكون في نقص مخالفات مالية. ولكن حضرتك في المقدمة التمهيدية اللي أنت قلتها حضرتك إن الزمالك لجأ بالفعل لمديرية شباب رياضة خد جواب بالفعل. أيوة، ما أنا هقول لك بقى هنا الحتة بس البسيطة، مين اللي وقع في الخطأ؟ الزمالك اخطر الجهه الاداريه المختصه.
قال له انا عايز افتح حساب للمهندس هاني زاده اتلقى فيه اموالي لان ايه عندي مشكله ان الحساب الرسمي والرئيسي تم الحجز عليه تمام. وانا عندي بقى موظفين وعندي مرتبات وعندي لعيبه وعندي وعايز 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 وعندي كمان ايرادات بتجيلي من بره بالعملات الاجنبيه لان انا بايع علي جبر وسيد جبر وكل لعيبه وكهرباء الى اخره فبالتالي انا محتاج الحساب ده. هنا جاء الاداريه المختصه وقعت في خطا وانها وافقت وافقت ولم تقم بناتا تدل النادي على الاجراء الصحيح. نعم. طيب ايه الاجراء الصحيح؟ هل يحق لعضو مجلس الاداره ان يفتح حساب باسمه؟ لا. اللائحه بتقول النادي اللائحه بتقول ايه؟ ماده 60 يحظر على رئيس واعضاء مجلس الاداره او العاملين بالنادي او اقاربهم حتى الدرجه الرابعه التقدم بالذات او بالواسطه بعطاءات او عروض لشراء او بيع او تاجير او توريد اصناف او مقاولات او خدمات. خلي بالك كل ده وجاي بقى نص واضح. او القيام باي اعمال تتعلق بالنادي بمقابل او بدون مقابل ويطبق هذا الحظر على الاقارب بالمصاهره حتى الدرجه الرابعه. تمام. يبقى لا يجوز للاستاذ هنا زاده انه يفتح حساب باسم. لا ما هو ما عملش ما اشتغلش، الراجل ما اشتغلش بمقابل او غير مقابل. ده راجل بيفتح حساب. ولا يتعرض بص او القيام باية اعمال. ما دي مش اعمال. لا اعمال على مال النادي. نادي الزمالك يعمل ايه؟ او اي نادي مش نادي الزمالك. اتقفل حساب رقم واحد. اللي هو مثلا نادي الزمالك للياقه البدنيه. نادي الزمالك الرياضي وافتح حساب يوم فاتح حساب تاني نادي الزمالك للرياضه نادي الزمالك للالعاب والمقاولات نادي لكره القدم لاي حاجه فيها نادي الزمالك هنا ايه هو هنا الاجراء السليم. الجهه الاداريه ضللته الجهه الاداريه المختصه تحاسب لانها هنا كانت لازم تقول للنادي معلش انا اسف انت خالفت الماده 60 لان ده عضو مجلس اداره عندك ولا يجوز له حتى الدور الضائع. طب افرض جبته ولا يجوز للموظف هو تم ايقاف العضوين يبقى هنا طيب نادي الزمالك يحل المشكله ازاي؟ ايوه ان هو كان لازم طيب النهارده الوزير بيقول له حط فلوس في الحساب يعمل حساب تاني زي ما حضرتك بتقول حساب تاني وتالت ورابع وخامس وحط الفلوس دي لان الحساب الرئيسي اللي هو اتحجز عليه اي فلوس هتحط فيه هتروح مش بتاعتي يبقى انا بعمل حسابات تانية لان الوزير نفسه ممكن يتدخل ويوقف التعامل على ما حلها بسيطة هو استاذ طارق ما حلها بسيطة نادي الزمالك هو نادي الزمالك بدل الالعاب الرياضية لكرة القدم عنده حجة قانونية انه واخد جواب من الجهة الادارية المختصة نعم بالظبط طيب دلوقتي الجهة الادارية المختصة غلطت ضللتني قالت لي اجراء غلط نرجع للصح هي بقى تتحاسب ويحاسب الموظف المختص والزمالك يعيد اوضاعه طب الوزير هتقول لي ايه هو الوزير ما عرفش من الجهه الاداريه المختصه بتاعته اكيد عرف وما مضاش هو الوزير ما بيمضيش على كل قرارات الجهه ما اللي اسمها جهه اداريه مديريه الشباب والرياضه ليه هو الوزير هيجي ايه مديريه الشباب والرياضه عندها مشكله مع نادي انا عندي 600 مديريه شباب رياضه على مستوى مصر اعرف لكن هنا يجب وزير بوسطه يجب على الجهه الاداريه المختصه ان هي تعلم الوزير بالمخالفه نعم تقول له والله في حصل كذا قبل حتى هنا بقى ما دام هي الجهه الاداريه علمت انها وقعت في غلط علمت من الاول ان هو عايز يفتح حساب لصالح عضو مجلس اداره كان يجب عليها ان يكون راشده وتحذر النادي وتعلم الوزير او الجهه الاداريه المركزيه اللي هي ايه الوزاره تقول لها والله نادي الزمالك طالب مني 1 2 3 4 وانا شايف ان ده مخالف للماده كذا هل اديله ولا ما اديلوش كانت اتحلت هتقول له ايه لا ما تديلوش انت تبعت له جواب تقول له يا نادي الزمالك بعد اذنك انت كده كذا لا روح افتح حساب باسمك انت تاني في الحته الفلانيه بالعمله الاجنبيه عشان تستقبل على الايرادات بتاعتك لان لا يحق لك ان انت تتهاون في هذه الايرادات وكمان عشان تقدر تشغل النادي الجهه الاداريه المختصه ما قالتش ده تحاسب طب نادي الزمالك ما عدلش ده احنا نرجع للبند الاولاني اللي هو بالظبط لازم تزيل اسباب طيب الوزير عرف منين من قرار النيابه يبقى في جهه هنا قالت له ايه لا ده في هنا 1 2 3 4 كمان تقرير الرقابيه وصلته تقولي بقى سنتين تقولي ثلاثة هو لازم يدي فرصة كابتن بالظبط للنادي لإزالة أسباب المخالفة يبقى يحق للتدخل يحق له هتقولي طب واللائحة بتاعته بقى لائحة النادي لائحة النادي يا جماعة مالهاش دعوة إلا بالانتخابات والانتخابات ديت
بتفوض مجلس الإدارة في الإدارة وبتراقب إمتى تتدخل الجمعية المعرض عليها فين ميزانيتها بالظبط. هي بقى تتكلم معاها في الميزانية صرفت عملت، لكن أثناء العمل يحق للجهات الرقابية. وخلي بالك في رؤساء أندية في أوروبا اتقبض عليهم بمخالفة مالية بالظبط. عشان كده حتى المهندس خالد عبد العزيز كان قال لي وأنا زعت في الإذاعة إن كل رؤساء الأندية يقروا اللائحة المالية عشان يقدر يشتغل. يمكن أنا يا أستاذ طارق وأنا في الأخبار يمكن قلت إن الأستاذ إيهاب الفولي الصحفي الجميل والمحترم اللي أنا بعشقه كان كاتب بوست تقدر تقراه على لا هي زي ما انت عايز. هو حريف هي قناة العربية قالت ان في هاشتاج بيطالبوا بإقالة تركي آل الشيخ وابعادوا عن المملكة العربية السعودية. ايه بقى طب ايه الجديد بقى؟ نعرفه بقى من قول الو يا استاذ ايهاب. الو حبيبي يا كابتن خليل، حبيبي يا كابتن طارق، حبيبي يا كبير، وحشني والله. شفت الحاج خليل بيلاعبنا ازاي؟ قال لك تعرف تقرا البوست من اي حته. ايوه زي ما انت عايز. ما دي حرفانه يا استاذ ايهاب، اللي عايز يقرا اي حاجه هي البوست موجود، اللي حابب تركي آل الشيخ هيحبه، اللي كانوا هيحبوا كل الناس. ما دي حرفانه، دي حرفانه، دي حرفانه صحفيه، تكتب البوست ما رزق ما انت عايز. مهاجم بيراو بيعمل فنت حلو على فكره. منور يا استاذ ايهاب، الله يخليك. ايه الجديد يا باشا؟ بص والله هو لما تيجي تتكلم بنظره مجرده، ما تيجي تشوف الصراع او التويتات بتاعت تركي آل الشيخ امبارح على الموضوع بتاع قطر وسحب التنظيم منها وان هو بيرد على ان هو ما بيتمناش ان كاس العالم تتسحب من قطر، الدولة بالاهل والوطن، ولكن هو كاره الرؤساء وكاره الكلام دوت. وتيجي تبص على التقارير اللي اتعملت في العربية نت واللي بتقولك ان الهاشتاج دوت اصله ومبعثه موضوع قطري، وان اللي عمل كده ناس قطريين وروجوا للموضوع من اسبانيا ومن انجلترا، وان شغل كله هاشتاج قطري. وتيجي تبص النهارده اللي بعت التقرير بتاع الرصد اللي اترصد تلاقيه العربية نت، وتيجي النهارده تلاقي برضه الموضوع بتاع تركي آل الشيخ ان هو بيقول ان انا يعني بعشق الدولة القطرية، وتلاقي برضه ان الموضوع العربية نت هي اللي مشيرة وكده. لازم تربط وتعمل ربط ان الموضوع ما هوش يعني ما هياش توارد خواطر او ما، لا ده تخطيط وتنظيم قوي سواء من تركي آل الشيخ رئيس الشرف للنادي الاهلي او من الجانب القطري، وكلاهما في معركة تكسير عظام على خلفية الاحداث السياسية اللي بينهم. وده اللي بيخلينا نيجي، طب انت النهاردة ما تيجي فجأة تلاقي تقرير فوكس الألمانية طلع بتقول يا جماعة كأس العالم هتتسحب من قطر. الكلام ده كان أول امبارح. تيجي تبص طيب مين المروج للتقرير، تلاقي العربية نت. تيجي في نفس التوقيت تبص تلاقي الناحية الثانية قطر، قناة الجزيرة وقناة بين سبورت بتروج للهاشتاج اللي هو لا لتركي آل الشيخ. فانت النهارده قدام صراع سياسي قائم بين المملكه العربيه السعوديه وبين دوله قطر القطريه، وده بيؤكد فعلا ان ما ينفعش مهما قلنا ومهما اتكلمنا ومهما قعدنا نقول ان احنا لازم نفصل السياسه بالرياضه، مش تقدر تفصل السياسه بالظبط بالرياضه. ولكن اللي احنا برضو لازم ناكد عليه او اللي احنا يعني احنا بقى جوه المطبخ وشايفين الدنيا فيها ايه، مفيش لا نقل بطوله من قطر ولا كاس العالم هتتنقل من قطر ولا تركي آل الشيخ هيتم سحب البساط منه من السعوديه، هي كلها مناوشات في حدود الصراعات العربيه اللي الواحد بيتمنى ان هي تنتهي سريعا، لان احنا اللي بندفع الثمن. نتمنى والله. ده هو قال حاجه كمان يا ايهاب امبارح على قناه العربيه في التقارير الاعلاميه ديت، قال لك ان نقل الكاس العالم في 2020 2022 هياثر على حقوق البث في 2018.
ما هو بص ما هو يعني بص يعني كمان ايه بيضربوا بيضربوا في روسيا ودي قناه العربيه مش عربيه نت بس مش الموقع بس ده قناه العربيه وقناه الحدث عاملينها تقارير وعناوين على على البار بتاع الاخبار وعاجل وكانت امبارح ما زي ما بيقول الاستاذ ايهاب انها صراعات سياسيه ولكن بالزبط. في الاخر هتبقى فنكوش مش كده يا استاذ ايهاب؟ لا هتبقى ايه بص هقول لك على حاجه الصراعات لا هو خد بالك مش هيبقى فنكوش تعالى بس مش هيبقى فيش فنكوش ايوه كده طب تعالى لي يلا قول ما انا عايزك تيجي وتقول لي يلا هي بص اقول لك على حاجه طبعا الناس كلها كانت متابعه انا في فتره الانتخابات انا كنت مرشح او كنت بقول وجهه نظري على الارض ان اللي هينجح في الانتخابات المهندس محمود طاهر مش كابتن محمود الخطيب ولكن لما تيجي نتكلم دلوقتي على ارض الواقع لما نيجي نقول انا كنت كتبت بوست كان بالظبط من حوالي شهرين على صفحتي قلت ان الناس كلها كانت بتقول ان الاستاد بتاع الاهلي في 6 اكتوبر وراح في 6 اكتوبر انا كتبت قلت استاد الاهلي هيتم نقله للعاصمه الاداريه الجديده انا خدت البوست ده وعرضته هنا في حلم الاضواء على فكره طب فاكره؟ فاكره وعرضته هنا في حلم الاضواء والناس ساعتها دخلت قعدت تشكك في الكلام لو حضرتك حركنا دخلنا على الخريطة بتاعت القاهرة الجديدة على جوجل وحركنا محرك البحث هتلاقي موقع استاد الاهلي تم تحديده بالفعل واثناء انشاء المدينة الادارية وده تخطيط كان موجود لخدمة العاصمة الادارية وفعلا تم دلوقتي والقصة رايحة في قصة انشاء المدينه الجديده ولكن بص هي في هو في ذكاء اجتماعي او في ذكاء عند الكابتن الخطيب يعني مثلا لما تيجي تبص تلاقي حته العاصمه الاداريه استاد النادي الاهلي الناس كلها عماله تقول هو اسمه استاد النادي الاهلي ولا المدينه الرياضيه بس المدينة عشان اوصل ل عشان هيعقبوا سؤال تاني هو اسمه ايه الاستاد المدينه الرياضيه عشان نمشي بس كده الرياضيه تيجي تلاقي الناس كلها بتشكك والفنكوش وبتاع وفجاه تلاقي ممكن مجلس اداره النادي الاهلي يطلع فجاه يقول لك ايه لا ما في لكن هم بيعمل ايه بيسيبك انت زي موضوع عبد الله السعيد واحمد فتحي سيبك بتتكلم زي ما انت عايز تسيبك انت تهدم وتوصل للجماهير ان في حاله غضب على المجلس وفجاه يطلع يقول لك هو انا عملت بحيث يبان ان هو يعني ايه عمله ملحنة زي ما بيقول بيخلق المشكله ويحلها بيحسسك ان هو عمل لكن هو ما عملش حاجه موضوع مخطط ليه بتمويل اماراتي سعودي تمويل عربي خالص بيستغلوا اسم النادي الاهلي وده وارد في يعني امر وارد ومشروع بس بشرط ان النادي الاهلي يجني الثمار اللي هي المرجوه يعني يبقى في مصارحه يعني هو كان كابتن خطيب قال انه هيطلع يعمل مؤتمر يصارح فيه الناس بنتيجة أعماله خلال الفترة اللي جاية ويطلع يقول يا جماعة والله خلال العشرين سنة ديت أو خلال عشر سنين أو خلال ثمان سنين المدينة النادي الأهلي هتوفر لخزنة النادي الأهلي كذا ولو إحنا كنا خططنا كذا بحيث ممكن يطلع مثلا أستاذ خديد يقول له لا ده أنا والله عندي عرض يحقق لك أنا هقف بس هنا عشان الدنيا ما تتوهش مني معاك يا أستاذ إيهاب حضرتك بتقول ان المدينه لصاحبها الاهلي انا عايز اسال سؤال وعايز اجابه صريحه هل النادي الاهلي صاحب المدينه الاداريه ام اداره لا هي بص هو الانتفاع هيبقى هينتفع بيها المستثمرين لمده ايوه عشان نرجع بس ايه انها هي نوضح هو يا باشا هو النادي بتاعك ايوه زي مدينه بص زي بتاع مصر المره هي المدينه بتاعت مصر اداره النادي الاهلي لا هيستفيد منها المستثمرين لفتره معينه وبعد كده تعود زي استاد القاهره وكده بص هي مدينه النادي الاهلي ولازم نرد اول حاجه بس عشان الناس تبقى عارفه ما احنا عايزين نوضح النادي الاهلي نادي مصري طبعا مش ملك ده نادي خاضع لوزاره الشباب والرياضه تمام ملكيته الملكيه الدوله تمام نادي الدوله فبالتالي النادي الاهلي هينبثق منه فرع كذا وفرع كذا والمدينه الرياضيه اللي هي الخاصه بالنادي الاهلي هيدفع ثمن الارض للدوله والمستثمرين اللي هم هيدفعوا الارض دول دافعين فلازم يستفيدوا من الاسم بتاع النادي الاهلي بالزبط. ويستفيدوا من الفلوس اللي هم دفعوها تمام. فالعوائد بقى اللي هتيجي زي ما دي مدينة الأهلي أو شركة الأهلي للإنتاج الفني لما اتعملت وخد ساعتها الحقوق الأستاذ طارق يمكن طبعا أستاذنا في الموضوع دوت كان شركة الـ ARP
خدت الحقوق لفترة، وكان النادي الأهلي بياخد أول سنة كذا وتاني سنة كذا وتالت سنة كذا. هتبقى المدينة بنفس الشكل تمام، بل لكن أنا بطالب بقى النادي الأهلي يبقى الدراسة المالية كاملة تتعلن للناس، بحيث قبل ما الناس دي تحط طوبة في مشروع المدينة تبقى أنت مدي فرصة. ممكن يطلع مستثمرين تانيين يقولوا لك لا ده أنا هعمل لك أحسن من ده وهعمل لك فائض ربح اكتر من ده، او يطلع يقول لك والله شابوه ليك انت عملت اللي ما حدش يقدر يعمله واحنا ما نقدرش ندفع العوائد ديت في المده ديت وما نقدرش نعمل المنشات دي. تمام كده يبقى انت عملت اللي ما حدش يقدر يلومك. لكن بالزبط. اي حاجه ثانيه انا كده تمام الكلام اللي حضرتك قلت يا استاذ ايهاب. كده خلاص الصوره وضحت بالنسبه للمدينه، والهاشتاج اللي كان نزل بان ووضح لكل الناس اللي بعد التساؤلات وردت على، لان التساؤلات اللي ردت عليك في البوست كله كان تايه، انت لعبت الناس كلها ورقصتها. انا عايز بقى من حضرتك سؤال يعني ورد صريح وسريع، وده انا اتعودته منك. دعوه المستشار مرتضى منصور للتصارح مره اخرى مع كل رموز نادي الزمالك، انت شايفه ازاي وهل هو هيحصل ولا مش هيحصل؟ بص هقول لك على حاجه. اتفضل. تعالى ايوه هو كده ما حدش اختلف مع المستشار مرتضى منصور قد رابطه النقاد الرياضيين، وما حدش وقف للمستشار مرتضى منصور قد رابطه النقاد الرياضيين. ولكن انا بسال سؤال، هو ليه نادي الزمالك كل ما يجي يقوم تحس ان حد عايز يوقعه؟ بالظبط. يعني نادي الزمالك كان في عز ما هو واقع وعز ما هو اتكسر وعز ما هو متدغدغ، ما حدش قال يا جماعه في فلوس بتيجي ولا في فلوس بتروح. ليه كل ما الزمالك بيفوق بنحس ان في حد عايز يشنكله، حد عايز يوقعه؟ تبص تلاقي في حد بيطلع عايز يعرقله. انا النهارده لو انا شايف مرتضى منصور او رئيس نادي الزمالك بيمد ايده للناس وبيقول يلا طب انا فوت عليه الفرصه بالظبط، ايه افوت الفرصه واروح له بالظبط واقول له تعالى بقى صارحني وقول لي الحاجه دي جاته. هو انا ليه، هو حد متخيل ان هو يقدر يكسب مرتضى منصور في ملعبه اللي هو ملعب المحاكم؟ لا طبعا. يبقى انت النهارده لما تيجي النهارده بتقول للراي العام ان الناس دي سرقت. تمام يا عم احمد، انت روح بقى خش النادي وقول لنا الناس دي سرقت ازاي او خدت ازاي. بالزبط. لكن انت عايز تفضل تضرب في دبابيس من بره وهو يجي يحرجك ويقول لك خش، لازم ياخد القلم السابع، ما ينفعش. اما تروح له، روح له واجهه. ولو هو يعني انا بقول ايه، انت شايف فرقتك بتقع ما بتطلعش ليه تقول يا جماعه الراجل ده واخد كذا وكذا وكذا؟ بتستنى لما يقوم وتروح موقعه. اول ما خد خمس ماتشات ما ينفعش. ما انت يبقى انت في هنا غرض. يعني انت انا بقول للناس اللي بتحب نادي الزمالك وبتقول الخناقه مع مرتضى منصور دلوقتي ما بقتش ميزه. يعني انت النهارده انت اعمل الميزه وقف، روح قول له، هو بيقول لك تعالى النادي، روح النادي وواجهه، ولما تختلف معاه ابقى اطلع وهيص. لكن انت مش عايز تروح له، طب انت عمال تطلع لسانك لمين؟ وكله على حساب نادي الزمالك يا استاذ. على حساب نادي الزمالك، كله على حساب نادي الزمالك. معلش، نادي الكره المصريه دلوقتي ملهاش طعم. بالظبط. يعني من غير اهلي وزمالك مع بعض واسماعيلي واتحاد ملهاش اي طعم. يعني يا استاذ ايهاب، انت لازم تكون ان شاء الله، وزي ما اتفقنا في الحلقه القادمه ان شاء الله معانا، لان عندنا برضو مواضيع كتيره جدا كده عايزك ترقصنا فيها، فلازم تبقى موجود معانا ان شاء الله بمشيئه الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب الفولي الصحفي والناقد الرياضي. كلام جميل بيقوله الاستاذ ايهاب. انا عايز اخدك بقى عشان وقتنا ابتدى يكعبل مننا كده وابتدى يبقى فيه فنت. فنت جامد. واخد بالك؟ التحكيم بقى، عايزك تكلمني على التحكيم كده، خصوصا ان جات لك يعني في شكاوي مستاتك وارائك منهم الكابتن محمد عمر، يا رب نجيبه على التليفون دلوقتي، الاستاذ عبد المنعم رئيس التحرير يجيبه لنا. انت امين عمر، انا عايز اوضح بس نقطه حضرتك، وانا معاك، انا كنت بقرا الكلام بتاعك وتعقيبك النهارده الصبح كان جميل وكنت بسمعه. والحكم الخامس دي عملت حاله ماليه عند الحكام كلها. انا ما عندي، بص يا كابتن، انا ما عنديش مانع، وكابتن امين عمر من الحكام اللي جامدين جدا ومن احسن الحكام الموجودين، ده حكم دولي وحكم بيحكم ماتشات كتير وحكم عنده خبرات، انا ما عنديش مانع ولا اي خلاف مع كابتن امين عمر اطلاقا. لكن انت بتيجي عندك ملاحظه بسيطه جدا، ان انت بتيجي بتلاقي كابتن امين عمر مكرر في ماتشات كتير، فده بيعمل نوع من الاحتقان دايما
انا بغير من زميلي الحكم بيغير من الحكم، فما يلاقي كابتن امين عمر واخد الاهلي رايح واسماعيلي رايح جاي، النهارده بيحكم للزمالك والنهارده بيحكم للاسماعيلي في ماتش اللي خلصان من شويه، وامبارح كان مش عارف دوري الدرجه الممتاز بيه، واول امبارح في دوري الدرجه الثالثه، وحكم ساحه وحكم خامس وحكم، ده بيخلي الحكام كلها تبدا اشمعنى يقولك وحكم دولي. ايوه ما يمكن محتاجه ان هو ماتشات احنا كابتن انا عندي موسم. انا عندي سبع حكام دوليين في القائمه الدوليه صح ولا غلطان؟ طب ما هو كلهم على نفس النهج. لا ما هو برضه تعالى نختار مع بعض، انا مش بدافع عن الحكام يعني. ما هو عندك برضه كابتن، بص انا ما اتكلمتش على كابتن امين عمر بس، انا على كابتن محمد عادل، أنا وجبنا كابتن احمد الغندور، وجبنا كابتن هم كلهم اللي شايلين السبعه، كلهم بتلاقي ان مكررين لدرجه ان أيوه. انا قلت في مره نعيدها تاني بقى، يهدوا السبعه السبعه الدوليين مكررين في كل المباريات. ما انا في مره قلت لو ما لعبش حكم ساحه يا حكم خامس يوم الاربعاء والخميس والجمعه يلعب قسم ثاني. ايوه الجدول الجدول كده بتاع بقول لك استخدمت بتاع ابله فايت يهد اللي عمل الجدول يا جماعه، قلت كده قطعوا الجدول ده. انا فهمت كده بقى الكابتن محمد وامين عمر، لكن انا ما بقصدش ان الكلام عام. لا انا ما بقصدش كابتن هو حظ كابتن امين عمر اللي بيقع معايا في كل ماتش، انا اما اروح اشوف البيانات والاخبار يعني. انا فوجئت امبارح ان كابتن امين عمر حكم الاسماعيلي، كابتن عصام بيقول لك الاسماعيلي بعت لي جواب شكرا، حتى لو الاسماعيلي بعت لك جواب شكرا، حتى لو الاسماعيلي اشاد بكابتن امين عمر في الماتشين، ما ينفعش تقوم جايبه بقى هو لسه لاعب اول امبارح وتقوم جايبه النهارده الاسماعيلي وطنطا. يعني هنا انت كده حاجه من اتنين، لا بتخلي الحكام تكره كابتن امين عمر وهو مالوش ذنب لدرجه يعني الاستاذه علياء زميلتنا في قالت لي طب هو ماله؟ قلت لها يعني هو مالوش دعوه، هو كابتن عصام اللي بيحط الجدول كده. فبالتالي انت بتعمل احتقان ما بين الحكام، لا اما انت عايز كابتن امين عمر من كتر المباريات يغلط غلطه يبتعد فيها تماما، او ان انت بتقول للحكام ما عنديش حكم تاني الا كابتن امين وهو بقى اللي على الحجر وهو اللي انا بحبه وهو اللي دي كلها بتعمل احتقان ما بين الحكام. لابد ان انت تعمل تدوير، لابد ان انت ترضي الناس. يعني محمود ناجي في ماتش الاهلي كان كويس قوي، اديله ماتش تاني، هات لي ناس تانية طلعها وقت. انا ما عنديش ان كابتن امين عمر يعني الاسبوع اللي غابه كابتن امين عمر ما كانش في مصر، كان في افريقيا. حتى انا سالت والله قلت كابتن امين حكام غريبه ايوه راح فين، فحد رد قال لي ده في افريقيا في دوري رابطه الابطال. يعني اذا الاتحاد الافريقي كمان بيثق في كابتن امين عمر بطبع. يبقى احنا بس ايه الملاحظه دايما كده، حتى احنا كابتن انت ما بتقعد تطلع كتير في التلفزيون. انا لسه كنت عايز اقولها، بتقرا مش عايز اطلع والناس تقول لك هو انا افتح حنفيه الاقيك يا عم ما تبعد شويه، يعني الكلام خوف يعني على كابتن امين عمر وعلى الحكام. فبالتالي انا ما عنديش خلاف مع كابتن امين عمر ولا كابتن احمد الغندي جدا ولا كابتن ابراهيم نور الدين ولا كابتن يعني مثلا. اصل ما تيجي تلاقي كابتن جهاد جريشه اللي هو رايح يقول لك اصل انا بريحه عشان التحقيق. لا يعني انت المفروض تديله ماتشات عشان يجهز نفسه عشان كاس العالم، لكن يعني وتصلح الاخطاء خاصه اللوحه. يعني مش ممكن كابتن ابراهيم نور الدين يقول لك اثنين وبعدين ثلاثه وبعدين الحكم الرابع بالاربعه كافي يعمل علامه رابعه. لا هو الحكم الرابع قال له مش هتمشينا بمزاجك احلى افيت. قال لك اصل هو ابراهيم خاف من الوسط اللي هو عايزه ان يعمل كده، يقول له انت عملت علامه رابعه. ما هو عمل اثنين وبعدين ثلاثه، لكن ده عمل اثنين بعدين ثلاثه الحكم الرابع هو كان بيعدله قال له مش هتمشينا بمزاجك بقى لو هو اربعه. هي الكاميرا ما جابتش اول حاجه، هو كان بيقول واحد ايوه عدي تنازلي اربعه كان ده بيعدي تصاعدي الوقت السري. يعني اذا انا بكلمك على التحكيم. حاجه بقى اخيره عشان اختم لك. لا قبل الختام انا عايز بس في حد حبيبي او حبيبنا الكابتن امين عمر ووالده كانوا عايزين اهلا وسهلا يعني عايزين يوجه يعني هم انت كده وضحت الصوره وبانت الصوره للكابتن محمد عمر والامين عمر هو لا يقصد شخص بعينه. والعلم انا دايما ببدا بقول مع احترامي وتقديري للكابتن امين عمر او اي كابتن حكم انت نقدك جميل يا كابتن. انا بقول لك انا بتكلم انت لما بتنقدني انا شخصيا نقدك بيبقى لا ما انا بتقلقش نور الدنيا يا كابتن محمد. اي كابتن محمد عمر معاك اهو منور. طب اهو يعني نط نط يا كابتن تعالى الو ايوه يا كابتن معاك اتفضل يا كابتن محمد. اكيد انت سمعت طبعا الاستاذ طارق وهو بيتكلم في
في الموضوع ان الكابتن امير عمر لا يقصده بشخص يعني بصفه شخصيه ليه، ولكن هو يقصد المستوى ان الناس الدوليين السبعه لازم أن يرتاحوا، ما ينفعش السبعه الدوليين ان انا ادورهم على طول في كل المباريات قسم ثاني وقسم اول وقسم ثالث، انا كده بحرقهم زي ما هو بيقول كده اما بنظهر في الميديا على طول، يعني لو عملت برنامج يوم الناس هتزهق مني، اسبوع هيستنوه، هي دي المسألة ولا يقصد بيها أنا بشاغب أمين عمر. بشاغب اللي بحبه. يلا قول قول ما عندك. اتفضل يا كابتن. أنا بمسي عليكم الأول وبهنيك على البرنامج الجميل ده. حبيبي يا كابتن. وبمسي على الكابتن طارق. حبيبي يا كابتن. وبقول له أنا من أشد المتابعين ليك ومعجبين ليك بمتابعتك. ده على دماغي يا كابتن. في البرامج الإذاعية أكتر حاجة بسمعها كتير البرامج الإذاعية. لكن انا بس هي المشكله كلها حاجه واحده بس. اتفضل. انا هسال يعني الكابتن طارق دايما لما بتصدى الى اي موضوع بتصدى ليه بموضوعيه وبنزاهه غير عاديه، وده اللي كان بيعجبني فيه. دي شهاده اعتز بيها والله منك يا كابتن. في الموضوع ده بالذات انا اللي ضايقني حاجه واحده، ان الموضوع تكرر كتير وبعدين راح داخل فيها سيره الفلوس. وبعدين المشكله كلها يا كابتن ان الرياضه غير اي عمل اخر. بمعنى لو انا مشيت بالمنطق بتاع التدوير وبتاع ان انا ادي ده فرصه وادي ده فرصه عشان الاحتقان، يبقى معنى كده ان انا ما لعبش محمد صلاح في ليفربول، ما لعبوش في المنتخب، ما لعبش عبد الله السعيد في ماتشات الاهلي على طول، ما اديش الناس دي كلها بحجه ان يبقى في احتقان بينه وبين زمايله. الكوره والرياضه عامه والفن بيبقى الموهبه بتفرض نفسها. لا معلش يا كابتن محمد، هو هنا يقصد حاجه تانية، انت لما طلعت محمود نادي واداؤه حتى لو كان 70-80% حاجه كويسه. خليك كمل. البرنامج النهارده الصبح بيقول ايه؟ احنا عايزين نعمل جايزه ونعمل سؤال. ايوه كم ماتش ما حكموش كابتن امير عمر يا كابتن، احنا بنشغل الناس بس. ما خدش فلوس لان الحكام اساسا لسه مستحقاتها بتتصرف بعديها بشهور. ده اللي خدها يعني. ده لو خدها. شوف متابع 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 طبعا. لازم الواد يجيب فلوس طبعا. طب يعني نعمل الجايزه على مثلا كابتن مين؟ ما مش هنلاقي الا كابتن امين. عشان كابتن امين يعني احنا اللي بنشاغب اللي بنحبه يا كابتن يعني. هو بيقول لك انا بشاغب اللي بحبه ومقتنع بيه. انا ممكن يعني انا اتكلمت اقول لك على حاجه، انا اتكلمت على كابتن احمد الغندور وكابتن ابن كابتن احمد الشناوي واتكلمت عنهم بصوره واضحه جدا وقلت برضو ده كذا وده كذا وطلعت صوره حتى ابن كابتن احمد الشناوي قلت لهم ننفرد بهذه الصوره فده في اطار ان انت ما تيجي تتكلم على الناس. بص يا كابتن محمد، انا بتكلم دايما، انا بحب اتكلم على الناس اللي كبار دايما وبكن لهم كل احترام وتقدير. ما اجي اتكلم على كابتن امين عمر، انا ما بتكلمش على كابتن امين من وجهه كابتن امين عمر. كابتن امين عمر حكم دولي، حكم مهم جدا، راجل عمل ماتشين كبار جدا للاهلي واسماعيل رايح جاي ما غلطش غلطه، النهارده برضو ما اعتقدش ان هو غلط غلطه، فبالتالي انت بتتكلم على حكم له قيمه وقام. كابتن عصام بقى نختلف ونتفق في الجدول، نختلف ونتفق في ان التدوير لابد ان يكون انت عارف يا كابتن طارق، يعني مع احترام لوجهه نظر حضرتك انت عارف المشكله كلها يا كابتن طارق حاجه واحده بس، ان هو ايه؟ المدير الفني في لعيب بيكسبه على طول وبيخلصه في الماتشات. اي واحد مسؤول كبير في لجنه هو يهمه ان المسابقه تنجح، فكل واحد يقدر يتحمل المسؤوليه لنجاح المسابقه بتبقى نجاح للجنه. على هذا الاساس ما بقاش انحياز، ولكن هي يعني هي بتبقى ايه؟ واحد السنه دي الحمد لله ماشي في فورمه كويسه تمام، فبتديله يعني. انا بكلمك بحس المدرب كمان، انا لما بيكون عندي لعيب ماشي في فورمه كويسه ما اقدرش اقول له لا اقعد عشان ادي فرصه لغيرك، لانه خلاص هو ده اللي بيعديني المرحله، ده اللي بيكسبني. هي نفس القصه في الرياضه، حتى حضرتك تتابع الدوري الانجليزي او الدوري الايطالي او الدوري الالماني هتلاقي هم برضه حكام بعينهم هم اللي واخدين كل الماتشات اللي هي بتنجح المسابقه، وده مش عيب على فكره. ولذلك امين السنه اللي فاتت او اللي قبليها قعد فتره كبيره جدا ما حكمش، ما بيتكلمش عادي، لانه هو كان مثلا في مرحله هبوط المستوى ما ياخد. تمام يا كابتن محمد. مستوى عالي ياخد. انا بقى برضه هو هي الصوره بص يا كابتن محمد، عشان بس وقت البرنامج احنا اديناك فرصه ان انت تعمل فنت وانت عملت الفنت وانت عملت فنت جميل وانت كنت فروي مرتد وحبينا نقول استاذ طارق حبيبي لا يفسد الود قضيه طبعا هو راجل قال لك كلمه لازم بص توصل لك كويس قوي، قال لك انا ما بناغشش
ولا انقد غير الكبار. كابتن امين كبير هو الحكام الدوليين برضه. كابتن محمد بشكرك يا كابتن محمد، حضرتك تشارك في المسابقه معانا ان شاء الله. ندخل في المسابقه عشان تكسب واعمل جائزه كويسه. بشكرك الاستاذ محمد عمر. كابتن محمد عمر نجمنا، نجم نادي اسكو والمدير الفني السابق لنادي اسكو، بنشكرك جدا وتحياتنا ليك وللكابتن امير وبالتوفيق ليه دائما ان شاء الله. كابتن اننا قدامي دقيقتين اخر حاجه بقى، اخر حاجه اتفضل. دوري الممتاز بقى اللي هو هيتعمل دوري محترفين 18 نادي، ما تقنعنيش ان في شركه هتيجي تاخده ب 100 مليون جنيه. ليه؟ لسبب بسيط جدا. مش هكلمك بقى على الجمهور وعلى الاحتقان وعلى هكلمك على بند واحد، الملاعب. الملاعب دي عباره عن شارع، ملاعب غير مؤمنه، ملاعب ترابيه، الصوره بتاعتها وحشه، مهما عملت فيها مش حكايه تنظم المسابقه، لابد الاتحاد الكره في لائحته بيقول ايه؟ انه يساعد الانديه في انشاء ملاعب. ابدا الاول حضرتك حسن لي ملاعب الانديه اللي هي ممتاز بيه دي كلها، اعمل لي ملاعب قادره على ان هي تبقى امنه وملاعب قانونيه والنجيله بتاعتها تبقى كويسه مش ترابه وانت قاعد في تلاقي حد معدي غبور حرت معدي من الملعب. بالزبط. وامن لي هذه الملاعب وتعالى بعد كده قول لي انا عايز ابيع 100 مليون. لكن هتلاقي تسويق هتلاقي. لكن دلوقتي السنه الجايه اللي انت عايز تعملها دي مش هتلحق، فبالتالي هتلاقي ماتش او اتنين. هو انت عايز تعرضها اتنين وثلاث واربع في وسط ان الدوري واقف بعيد عن الدوري الممتاز ده. كويس جدا. لكن ما تقوليش هجيب 100 مليون و200 مليون. ما ينفعش. لان باع ب 66 مليون ما جابش والشركه مشيت. بالظبط. فصلح الملاعب الاول، صلح الانديه، صلح البنيه، وبدا بعد كده تيجي تقول لي ايه زي كده دوري الممتاز بيه بتاع انجلترا، بتلاقي الملعب وحلو والفانيلا حلو. ما تقدرش تفرق بينه وبين الدوري الممتاز خالص. لكن يا كابتن انا مش عارف اعمل كره موحده للدوري الممتاز الف، اجي ابيع الممتاز بكره كره واحده، يعني كره واحده نلعب بيها، تلاقي كل الانديه كل واحد جايب كورته معاه الكرة بتاعته. لا ده انا كان معايا، كان معايا حلقه كان فرقه بتلعب بكره واحده طلعت فوق السور. خلصت. فضلوا تحت مستنيين. لو بتلاقي جهاز الشجر لحد ما بتلاقي البيت، البيت جنب الملعب كده وباصص من الشباك. صلح الاول وتعالى بعد كده قول. يمكن احنا معانا عاملين تقرير معانا ان شاء الله هنشوفه في الفاصل باذن الله حول هذه القضيه وقرار اتحاد الكوره وال 18 فريق في الموسم القادم في الممتاز بيه. يمكن معانا مجموعه من المدربين ورؤساء مجالس الانديه بيتكلموا في هذا التقرير، وكلام حضرتك بيتفق مع كلامهم يا استاذ طارق. انا بجد سعيد جدا معاك، وانا كان نفسي اعمل حلقه اربع ساعات عشان اقدر اخد مواضيع كتيره جدا معاك. ربنا يخليك. انا اللي سعيد ان شاء الله نتجدد تاني، وفعلا سعيد ان انا اكون معاك في هذا البرنامج. بشكرك استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي المشاغب، بشكره كل الشكر. هناخد فاصل سريع ثم نعود ونستقبل ضيفي الكرام، الكابتن عبد المنعم حسن الناقد الرياضي بالاهرام، والكابتن تامر عبد الخارق المدير الفني لنادي البلاستيك والصاعد لدوري الترقي بسرعه الصاروخ. فاصل. أعزائي المشاهدين، دائما ما يكون برنامج حلم الأضواء والكابتن خليل أبو العلا هم همزة الوسط والوقوف على منبر كل المشاكل بين أقسام القسم الثاني والثالث وأندية الغلابة والوصول للمسؤولين. معنا النهارده الكابتن محسن محمود القائم بأعمال نادي إسكو للوقوف على أحد المشاكل. اتفضل يا كابتن، إيه المشكلة؟ والله ما زال حتى الان اتحاد الكره مصر ان هو يدفع فواتير الناس اللي بتقف جنبه في الانتخابات. للاسف وانا قلتها قبل كده، حاملين الاحقاب وحاملين المفاتيح وكلام من ده، وعينوهم في اماكن حساسه جدا. يعني انا عندي مشكله، الاتحاد منطقه القاهره لكره القدم في اجتماعها اللي قبل الاخير خدت قرار بشطب بثلاث نقط من فرقه الاميريه، ماشي؟ والكلام ده قاله لي مراقب المباراه اللي فاتت اللي كنا بنلعب معاه، وحتى تاريخه ولا جالنا مذكره ولا جالنا اخطار ولا جالنا اي شكل من الاشكال بيقولوا انه تم شطب ثلاث نقط. وما زال حتى الان المنطقه بتنزل الجدول فيها النقاط بتاعت الفرقه المفروض اتشطب لها ثلاث نقاط. طب ليه؟ انت بتاخدوا القرار في مجلس الاداره ويتحط في الادراج، ولا المفروض معروف ان القرار ده بيتاخد وبيعلن للجميع وبيتبعت فاكسات على الانديه بيقول لك ان الموقف واحد اثنين ثلاثه؟ لازم يكون في ادوات للرضع يا جماعه. ايه الحكمه؟
ان انا اعمل قلق مع كل الانديه بتاعت القسم الثالث والقسم الثاني ونخش في القلق ده ليه؟ ايه النتيجه اللي هتعود عليا انا كنادي دلوقتي، غير ان انا هيبدا في بيني وبين الانديه صراعات تؤدي في النهايه خالص الى مهاترات ومخالفات وضرب حكام وتعصب ومعرفش ايه الهدف. لكن الموضوع في حد ذاته كون ان انا اهبط الفرق دي كلها، طب وبعدين الفرق اللي صرفت واللي عملت واللي نفسها انها توصل للممتاز به تعمل ايه؟ ويخش بعد كده دور المحترفين، وبعدين يتقال ان انا هعمل مجموعه واحده، المجموعه الواحده ديت وبقيه الفرق هاجني على كل الفرق اللي موجوده واللي صرفت، طب ومين اللي هيصرف على بقيه الفرق لما اخد ال 18 دول واعملهم مجموعه واحده والفرق كلها تتسرح بعد كده ويخش دور محترفين؟ بصراحه امر غير مفهوم بالنسبه لاتحاد الكوره، توقيت غير مناسب بالنسبه لاتحاد الكوره، الاهداف نفسي واحد يطلع يقول لي الفوائد ايه والسلبيات ايه عشان اخد القرار دوت. يكفي ان انت دلوقتي في مصر ما انتش لاقي باك ليفت، ما انتش لاقي راس حربه، ما انتش لاقي مراكز كتير جدا، ودي نتيجه ان انت انعدام المنافسه الداخليه في كل الفرق. فانا بتمنى ان القرار ده ينفذ بدون رجوع وفي نفس الوقت وبدون تزييف للحقائق او اللعب على مشاعر الجماهير ومشاعر الناس، ان لا احنا طبيعي امتى هنطلع؟ ما انت في فرق بقى لها 30 40 سنه ومش عارفه تطلع. يعني دلوقتي لما يجي تعمل حاجه لصالح الكره في مصر وتتعمل مجموعه واحده وتتعمل مجموعه واحده ويبقى دوري قوي، دوري سليم، دوري ممكن يجيب بقى مردود كويس جدا حتى من الناحيه الاقتصاديه، وبعد وبتهاجمه على اساس ان انت ايه كده بتبعد لي المسافه، طب ما هي كده كده المسافه بعيده اصلا، بدليل ان انت بقالك 40 سنه ما بتطلعش. اسف جدا ان احنا نكون في دوله قانون ودوله بيحكمها اللوائح وبيحكمها كل شيء بيتم قبل الموسم ما يبدا، انت بتبعت لي لوائح انا بطلع على اللوائح وبشتغل عليها. اما تيجي قبل الموسم والموسم على وشك للنهايه والانديه بترتب نفسها الموسم جديد كمان وبتفنش موسم، اللي في المنطقه الدافئه واللي بيصارع من اجل الهبوط واللي بيصارع من اجل الصعود، ما ينفعش ما ينفعش تيجي تقول لي ما مش هتخطر على بالي بقى الصبح انام بالليل اقوم الصبح اقوم عامل قرار. انت عندك جمعيه عموميه لازم تحترم هذه الجمعيه، الجمعيه اللي انت سعيت فيها في الاول على انك انت تروح وتعمل اتصالات وتوصل الود معاهم عشان تاخد صوت، النهارده ما تجيش تاخد القرار. اه صحيح القرار مفيد جدا للكره المصريه، بس لازم يبقى على مراحل، لازم يبقى فتره انتقاليه، تديني فتره انتقاليه انا ارتب نفسي جوه البيت واشوفك انت هتعوضني بايه، ولازم يبقى فيها مشاركه في الحوار. هذا البرنامج برعاية القلاع الرياضية الحديثة بمدينة المحلة، أحدث الصالات المغطاة وقاعات لكبار الزوار، ملاعب خماسية للأعضاء بالنجيل الصناعي لأكثر من لعبة، صالة جيم تحتوي على أفضل الأجهزة الرياضية. احنا بندعو كل الشباب ان هو يشارك معنا في المنظومة الرياضية الجميلة اللي في نادي الصيد.
هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق بتجهيزات عالمية، يساهم في صناعة الأبطال، مجمع الصالات المغطاة، ملاعب كرة السلة، الطائرة، اليد، كرة القدم الخماسية، صالات للجيم وأحدث الأجهزة الرياضية، أجهزة أيروبكس عالمية، صالة للمنازلات لكافة الألعاب الفردية، صالة بلياردو عالمية. هذه شركة الشرقية إسترن كومباني، صرح رياضي عملاق أسسه الأبطال. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات دولية بعقول مصرية، ترجمة الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين تشاركك أحلامك وتحمي ممتلكاتك. خدمة العملاء 19114. مصر للتأمين، حصن أمان للمال. هذا البرنامج برعاية عدنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى، والفقرة المحبوبة لدى كافة المحافظات في جمهورية مصر العربية وبينتظروها معانا في حلم الأضواء، وهي فقرة القسم الثاني والقسم الثالث، وما هو الجديد وما هي نتائج المباريات وما هي الأحداث وما هي قرارات اتحاد الكورة ولجنة المسابقات. معانا اتنين النهاردة بسم الله ما شاء الله، واحد فني واحد ناقد رياضي، بس عايش حدوتة القسم الثاني والثالث باستفاضة. معنا الأستاذ عبد المنعم حسن رئيس تحرير هذا البرنامج والناقد الرياضي بالأهرام، منورنا يا كابتن عبد المنعم. أهلا بيك طبعا كابتن خليل، وطبعا الشرف ليا أن أكون شغال مع حضرتك، وزي ما بنقول دائما أنت اللي بتاخد بإيدينا، ودائما أنت السباق في برامج اللي هي بتهتم بأندية القسم الثاني والثالث ومراكز الشباب والكواليس والمظاليم. هنقول من هنا للصبح دائما انت في عون انديه المظاليم، ودائما انت سند للمظاليم، وده حقك يا كابتن علينا، وده حقك على مصر كلها، ودائما مزيد ان شاء الله. قلبي ربنا يجعلنا كده دائما يا ربي في هذا الموقف، دائما ونبقى دائما مع الغلابه، زي ما بقول كده دائما مع الغلابه باذن الله. معنا ايضا النجم بقى اللي هو يتحدثه علي في القسم الثاني والقسم الثالث الان باقل الامكانيات، على راي استاذنا احمد القصاص الناقد الرياضي بالمصري اليوم بغفره الجبنه، النهارده بينافس الترسانه والاتصالات بكل امكانياتهم على الصعود للقسم الثاني ودور الترقي، الكابتن تامر عبد الخالق. منورنا يا كابتن. ربنا يخليك، وانا بحمد ربنا طبعا. مبروك الفوز النهارده بالاربعه. الحمد لله، الحمد لله، بحمد ربنا على فضله وعلى النعمه اللي احنا فيها، وربنا يكملها على خير باذن الله الماتش الجاي، ونصعد باذن الله. باذن الله يا كابتن، منور الدنيا معانا يا كابتن. ونقول لك مبروك كده على المباراه النهارده. ودي تخليني ابدا كده بمجموعه القاهره والصراع القوي جدا فيها في القسم بصراحه ده مجموعه ممتاز به، مش قسم ثالث بصراحه. مجموعه انتحاريه. طبعا المجموعه البلاستيك والمازه واسكو ومصر التامين والطيران والاتصالات والمرج والسكه والاماريه والعبور والغابه والتنميه سبورت. تمام. النهارده كانت النتائج معاك النهارده. النتائج النهارده فوز البلاستيك على مصر الجديده الماظه 4-0، فوز اسكو على مصر التامين 1-0، تعادل سلبي بين اتصالات والطيران، المرج فاز على العبور، الفرق السكه الحديد طبعا دي مفاجاه، لان مفيش حد بيعرف ياخد بونت من المرج في المرج هناك. الموضوع ده موضوع صعب جدا بصراحه، ان السكه الحديد تكسب المرج في المرج 4، ده يعني الاماريه كسبت العبور برضو من مفاجات الاسبوع دوت 3-1 في الاماريه، والغابه والتنميه سبورت التعادل سلبي. تمام. انت كلامك بينوي، احنا في وقت يمكن انا معانا مراسلين ومعانا نتائج من كل المحافظات في القسم الثالث، ودائما احنا عندنا
يعني بنتوقف كده نقف زي المباراه بتاعت 21-0 توقف عند اتحاد الكوره، ما بتحصل حاجه بتبقى غريبه، ما بتبقاش هي سوء نيه، يعني ما بتبقاش سوء نيه زي ما انت بتقول، هي كابتن تامر ما يقصدش بسوء النيه، ولكن هي بتبقى مفاجاه ان خصوصا المارجن كده، ورحت راقبت عندها كتير، صعب جدا فعلا ان حد ياخد بونت هناك، ولكن ممكن الحافز يا كابتن بتاع النادي وهو اقرب وقريب من الصعود بيخليه يدوس شويه على اساس ان هو يعني يقدر يجيب الثلاثه بونت عشان يستمر في المنافسه، خصوصا المباريات القادمه مع البلاستيك في الماتش الجاي. ماشي الحافز، فرقه المرج لو واقفه بس في الملعب يوم ما يطلعوا الدرو فلا تعليق. انا مش شايف ان انا هقول لك اتفضل. طبعا انت معاك، انت فاتح البرنامج ونقول ايه ان شاء الله ناكل في مائده. بس بالدلائل. انا بشيل الحرج من على الكابتن تامر لان من احترامه واخلاقه طبعا احنا متابعين المسابقه دي وخصوصا المجموعه ديت ومجموعتنا المنافيه والقلبيه. لما حضرتك عايز حضرتك بالنص كده، ولو الناس اللي انا شفتهم بعيني اصل احنا بص انا عارف انت هتتكلم في احنا معناش الفيديو، لا ما انا لو معايا الفيديو هعرضه ويقولوا كلامنا غلط. لا يعني لما اكون في ملعب المؤسسه الاجتماعيه العماليه في شبرا الخيمه ويكون المدير الفني لفريق المرج كابتن علي سليمان تمام، ومدرب عام او مدرب فريق السكه لنادي السكه كابتن انا بقول بقى واخويا وكل حاجه، بس لما بنيجي عند الحق بتاع ربنا بنلغي اخويا وصاحبي كابتن ايهاب، لما نيجي نشوف الاثنين في ملعب نادي المؤسسة أول امبارح يوم الخميس متواجدين داخل الملعب وقاعدين مع بعض وفي كلام، احنا ودنا مش واصلة، لكن يا كابتن لما تشوف موقف زي دوت اتنين مدربين وقاعدين في مكان واحد، هل هنا هم القعدة دي ايه؟ حتى لو هم رايحين لحاجة تانية خالص، اشمعنا في الوقت ده كابتن خليل يوم الخميس أول امبارح وماتشهم النهاردة يعني قبل الماتش ب 24 ساعة 48 ساعة قاعدين مع بعض بتعملوا ايه؟ انا بقول مهما اتفقت ومهما عملت ومهما انا اسف في الكلمه دفعته، ده دايما موجود في الكره عندنا في مصر في انديه القسم الثالث والثاني، وياما شفنا يا كابتن خليل، بس هنقول زي ما حضرتك بتقول مفيش دلائل. مفيش دليل يا كابتن. بالظبط. هيحكمنا الضمير. بالظبط. انا بقول حرام حرام واكبر حرام ان انا كمدير فني، مش عشان الكابتن تامر قاعد والله كابتن، ان ده بيجتهد طول الموسم وبيتعب وفي مصاريف، احنا النهارده بنقول مش عارف ايه برغيف واحد جاب بس في مصاريف برضه بيديله حقه، في مجهودات، في ناس بيسيبوا بيوتهم الكابتن هو بيسيب بيوت المدير المدرب العام اللي معاه بيسيب بيته، الجهاز الفني بيسيب، الجهاز الاداري بيسيب بيته، وراه كتيبه ما شاء الله كتيبه مخلصين يمكن بيساهموا وبيساعدوا، وراه مجلس اداره اول مره نشوفهم بلاستيك مع الفريق، ما كل دي مجهودات يا كابتن، كل ده تعب موسم كامل ما جيش انا اضيعه باتفاق مع فرقه، سواء بقى انا شفت الاتفاق لكن شفت الدفع ايه؟ ما شفتش الدفع ايه؟ بالظبط. لكن شفت الاتفاق قدام عين، لكن انا بقول المسابقه وحق الفرق ده على مسؤوليتك. بص يا كابتن يحكموا الضمير يا كابتن اتفضل. مش هننكر ان مباريات كره القدم انا مش عايز اقول ان فيها دفع ولكن اقول فيها تعاطف. النهارده انا كنت في مباراه مصر التامين واسكو، كنت انا مراقب مسابقات في المباراه. يحيى اللي هو المدير الفني يحيى مصطفى، يحيى مصطفى المدير الفني لمصر للتامين، هو ابن من ابناء نادي اسكو. نادي اسكو فعلا، واسكو بيلعب واسكو اللي محتاج البونت ومصر للتامين مش محتاجه البونت يا كابتن عبد المنعم. صحيح. ورغم كده انا شفت المباراه لاخر دقيقه فيه. التامين عايز يكسب كابتن والسكه عايز يكسب، اول مره اشوف مباراه في القسم الثالث، وده اللي خليني بقول لحضرتك ممكن الفرق لما بتوصل لنهايه المسابقه بتتجدعن شويه والريتم بيعلى عند ناس وبيقع عند ناس. انا شفت مباراه النهارده كانها قسم ثاني، يعني لا تقل عن القسم الثاني، مباراه ممتازه جدا من الفرقتين لدرجه ان الاصرار على الفوز يعني جناه فريق اسكو في الدقيقه الاولى من الوقت بدل اسكو مهدد بالهبوط وكان مهدد بالهبوط، والراجل ما سابلهمش لدرجه ان انا شكرته قلت له انا بشكرك جدا ان انت كنت راجل فير، قال احنا اتعلمنا الامانه ان احنا نبقى واضحين كده، وده اللي نتمناه ان انت لما بتتعاطف مع حد بتوقع حد. انا مش عايز اقول مش عايز اقول ان ده بياخد او ما بياخدش، ولكن هي ممكن التعاطف بيبقى موجود في كره القدم. يعني كابتن تامر انت عندك مباراه قادمه مع السكه الحديد. احنا عندنا المباراه القادمه مع السكه الحديد، البلاستيك 42 بونت والسكه الحديد 40 بونت. ايوه. فرق 2 بونت اتصالات. ورانا اتصالات 39 بونت، واتصالات عنده الاميريه عنده واحنا عندنا سكه الحديد في السكه الحديد. تمام. يمكن مباراتكم اعتقد ان هي هتبقى حتى بعيد عن الاتصالات بشكل كبير جدا
هتطلع واحد منكم، هتطلع واحد مننا بعيد عن الاتصالات. احنا عندنا الا في حاله واحده بس، لو الاتصالات اتغلب، وده صعب. وده صعب، وده صعب طبعا. ده صعب. ده صعب مع الامريه، صعب خصوصا الامريه محتاجه، محتاجه طبعا. يعني الامريه النهارده كام بونت عندها، كام بونت؟ وحتى لو وحتى لو لو ممكن لو الدروه الدروه الدرو بتاع الاتصالات يخلى بتاع الاتصالات، واحنا طلعنا درو احنا والسكه الحديد، نصعد احنا والسكه الحديد. بس لا 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 المف... لا نصعد واحد نصعد انتوا الاثنين، نصعد احنا الاثنين. نصعد احنا الاثنين هزيمه الاتصالات او ال... او التعادل، او التعادل. وده انا شايف البلاستيك صعب يا كابتن، فرقه البلاستيك معاها فرصه سواء التعادل، بس انا طبعا ما بلعبش على، بلعب على الفوز ان شاء الله. النهارده سك الاتصالات كسبت كام يا كابتن؟ انت تعادلوا تعادلوا سلبي مع الطيران. فين؟ في الطيران. في الطيران. انا كابتن زمان بقول لك ان في فرقه بتيجي نهايه المسابقه وبتشد حيلها كويس، فرقه بتقع. الطيران النهارده يعني أول الهابطين، يعني اول المرشحين. في اللعبه الطيران طبعا. النهارده لما ياخد منه بونت في الطيران ده انجاز للطيران. خصوصا ان الاتصالات المباراه اللي فاتت كمان كان عنده برده مشكله في النتيجه، مش كده برده؟ تعادل برده، تعادل برده. تعادل معاه مدرب ما شاء الله كابتن هاني العقدي، ده حد محترم جدا. واذا بنقول على النقيض، اذا كان الضمير بيحكم، كابتن هاني ياما اتعرض عليه، انسان خلوق وانسان متدين، انسان عايز يصعد بشرف. وطبعا احنا بنقول في النهايه اللي يصعد يصعد، يقول للي ما صعدش هارد لك، واللي ما صعدش ما وفقش يقول اللي صعد الف مبروك. وهي دي الكوره يا كابتن. انت عارف يا استاذ عبد المنعم، انا لما جيت النهارده وقلت انا عايز تامر عبد الخالق، انا ما يعني احنا يعني هنا البرنامج احنا على مسافه واحده والكل اصدقاء طبعا، وكلهم حبايبنا وبنتمنى للكل الخير. ولكن انت لما بتشوف حد قدامك يعني بينحت في الصخر، صحيح، انت لازم ان تتعاطف معاه بعد النتيجه. بعد النتيجه بتاعت النهارده انا بجمع النتائج كده بشوف، عشان البرنامج اربعه مع الماظة. لا والماتش الشوط الاولاني يا كابتن كان متكهرب، والماتش هجمه هنا وهجمه هنا، وفرقه الماظه جايه لو بتلعب من اول موسم كده كانت صعدت اول مرتاح. انا قبل حتى يعني انا حبيت اجيبك قبل مباراه السكه الحديد عشان اقول لكم يعني اشكركم واقول لكم انتوا بتجتهدوا وانتوا بتقوموا بدوركم بشكل كويس جدا. ويمكن هناك جنود مجهوله، انا كنت اتمنى لو الاستوديو يسع انا كنت اقول هاتوا هذا النادي اللي يعني بيكافح وبيجاهد. ويمكن انا يعني عرفت ان فلان بيجيب الاكل معاه وفلان بيجيب. انا عايز اشكر يعني عايز اشكر بس معلش قبل ما ننسى يعني، وهناك انا هقول لحضرتك وهناك جنود مجهوده كمان، يعني جنود مجهوله موجوده في مجلس اداره نادي البلاستيك، ويمكن ملتزمين الصمت وبيتابعوا من بعيد وبيحققوا الرغبات على قد امكانياتهم ليك. وانا عارف ان انتوا مع بعضكم يعني عاملين زي اللي عاملين جمعيه. والله احنا عاملين اسره. وبرضه بشكر رئيس النادي استاذ حاتم عوده، ومجلس الاداره استاذ محمد حسن، واستاذ صلاح، واستاذ خالد البسوسي، وكابتن سيد سالم مدير النادي، وكابتن شربيني مشرف عام على الكوره، وكابتن حسين صابر مدرب عام، وكابتن احمد مدرب ومعلش ودراع اليمين اخويا، وكابتن وليد السعيد طبعا الجندي المجهول بتاعنا، وكابتن مسعد مجاهد، ده عايز اقول لك ده بص الفاكهه بتاعتنا ومساندنا في كل حاجه. كابتن ابو زيزو، وكابتن هليل، وكابتن شريف. عايز اقول لك يعني الجهاز الفني بصراحه مسندنا، ومجلس الاداره وعمال النادي وكل الناس بصراحه في ظهرنا. لا انا قلت استاذ سالم طبعا، ده قلت المجهول ده والولاد بلازم. يمكن انا بكلم حضرتك كمان عشان بس ما اهضمش نادي اسكو، يمكن احنا معانا ماتيريال ومعانا جزء من المباراه موجود معانا كده، يا ريت مع مسعد مجاهد المعد النهارده يعني اول يوم ليه معانا في الاعداد، حاجه جميله النهارده، وجاب لنا المباراه بتاعت اسكو والتأمين. يا ريت، انا بشكر في هذه المباراه لي، انا شفت مباراه جميله جدا، اتمنى ان انا حتى واحنا بنتكلم نشوف حتى لو هي معانا هي على الشاشه جزء من هذه المباراه. كابتن النهارده كانت في كوره بتتلعب، مصر للتأمين خلاص كان غير جمال الدسوقي وجاب يحيى مصطفى، قال لك لا شوف المنظومه الجميله بتاعت الدكتور عادل موسى، قال لك خلاص انا النهارده ما بنافسش على الصعود وخلاص مش نازل. والله رئيس نادي اسطوري ما شاء الله عليه، مدير فني اما غير الجهاز الفني وقال له هات بقى من قطاع الناشئين. تعرف ان قطاع الناشئين بتوع مصر التأمين محققين طفره في منطقه القاهره كلهم الاولاد. النهارده انا اتفرجت على كوكتيل منهم بقى اللي هو ايه 17 سنه و18 سنه و19 سنه، حاجه جميله. انا شفت لعيب في نادي رقم سبعه، والله ما اعرف اسمه، رقم سبعه اللي هو جاب الجون، يعني حتى لو شفنا الجون مع بعض بتاع اسكو، بتاع اسكو لعيب يلعب دوري ممتاز ما شاء الله، ده ناشئ ده كابتن ما شاء الله 23 سنه. على فكره يا كابتن انا فرقه اسكو من فرق نسيت اساله على اسمه، سالته على سنه على فكره يلعب دوري ممتاز بيفكرني بعماد سليمان. ما
كابتن فرقه اسكو من الفرق اللي انا شفتها اول الموسم قلت الفرقه دي هتنافس. انا ما اعرفش ايه اللي حصل لها بصراحه. فرقه محترمه جدا والله يا كابتن كلها. ويمكن انا برده من هنا برده زي ما بشكر حضرتك بشكر لا بس المشاكل الماليه يا كابتن برده ما اقول لحضرتك حاجه. انا معلش انا انت قدرت تحلها؟ لا معلش يا كابتن مع احترامي طبعا للجهاز الفني المحترم بقياده كابتننا كابتن احمد ابو رحاب. معلش يا كابتن اللائحه بتاعتنا بتاعت نادي البلاستيك انا يعني طبعا على قد ما بيقدر النادي بصراحه ما بيتاخرش عننا بس دي امكانيات النادي كده هي كده احنا اشتغلنا ورضينا بامكانيات النادي. فبرده يا كابتن في عوامل كتير قوي برضه بتساعد على النجاح. ما هو انا بقول لحضرتك ممكن انت تتحمل وعندك لعيبه بتقدر تحتويهم كويس في مدير فني تاني ما يقدرش يحتوي ودي بتبقى اصل الناحيه النفسيه يا كابتن في التدريب. انا مش هقول لك يعني انت برضه احتوائك للعيبه وانك انت تقنعهم زي البيت عندك كده. افرض انت ظروفك مش كويسه هتقدر تقنع اولادك ما يخرجوش من ايدك ويأدوا لك وينجحوا ويبقوا كويسين. انا والله معايا نفس القصه الملعب لعيبه يا كابتن بصراحه انا عايز اقول اساميهم كلهم بس انا خايف انسى حد فيهم حد يزعل. لا بصراحه احنا بنشكر اللعيبه كلها. اللعيبه كلها رجاله وفي ظهري واخواتي. معاك مين؟ معايا كابتن وليد السعيد. وليد السعيد ده اللي هو بيأكل يعني بيجيب للعيبه اكل. ده كابتن ده وزير التغذيه من احسن الشخصيات في الدنيا كلها. وزير التغذيه يعني كابتن احمد البدري جاي يساعد نادي البلاستيك ويقف معاك وهو في نفس الوقت على فكره اداري ناجح جدا يعني طبعا يا كابتن وقدر يحبب اللعيبه فيه والدنيا لا احنا معانا جهاز فني عمل اسم السنه يعني السنه عمل اسم كويس طبعا يا كابتن. كابتن تامر يعني ما شاء الله يعني ربنا مديله حاجه كده جميله. هو اللي لامي من الناس دي كلها يا كابتن والله. يمكن هو عايز يقول لك حاجه ان ظروفه متشابهه مع اسكو. اسكو فيها كابتن ابو رحاب كابتن باص حد حاجه جميله او حاجه كبيره كلنا بنتشرف فيه في شبرا ده من الناس الاسماء الكبيره جدا طبعا. لكن بنقول في الكوره في القسم الثالث والثاني مش دي كل حاجه كابتن. الظروف هنا صعبه وفي البلاستيك اصعب لكن ايه العوامل يا كابتن اللي ادت ان البلاستيك يبقى متصدر واسكو باسمه وتاريخه تحت في المركز الثامن. هي دي بقى اللي الكابتن تامر عايز يوصلها لك الحب والاخلاص وان احنا كلنا زي ما بنقول اسره واحده. عمل اسره واحده من وليد ومن الكابتن احمد البدري ومن المجموعه اللي معاه كلها مجموعه جميله قوي يا كابتن. وان شاء الله حضرتك هتكون الدعوه منه بقى هتكون موجود والبرنامج موجود وتشوف الحب ان شاء الله في كاميرا من دلوقتي هتكون لان دي مباراه مصيريه اكيد بالصوت والصوره ان شاء الله هنكون معاكم في حلم الاضواء في مباراه سكه ونهني اللي يصعد ونقول هارد لك اللي ما يصعدش وبرده هنتابع مباراه الاتصالات وزي ما احنا بنقول كلنا على مسافه ولكن بيبقى الايه ان انا احنا كده كشعب مصري يعني ما بنلاقي حد يعني بنتعاطف معاه شويه عشان كده يمكن انا متعاطف مع حضرتك بقولها صريح متعاطف مع نادي البلاستيك وتاريخ البلاستيك واللي انتوا بتعملوه. يمكن هناك برضو يا كابتن عبد المنعم الترقي في المجموعه السادسه في المنصوره في مباراتين اتلعبوا بورفؤاد يفوز بهدفين مقابل هدف على السنبلاويين. السنبلاوي يتقدم بهدف ثم بورفؤاد يتعادل ثم يتقدم بورفؤاد بهدفين. دمياط يفوز على فقوس بهدف مقابل لا شيء من رجل الجزاء للاعب احمد سميح. الترتيب من زميلنا وصديقنا الاستاذ سمير بدر نتمنى له الشفاء العاجل يا رب ونكون كده نشوف تقاريره الجميله كده المصوره ويقوم لنا بالسلامه باذن الله. الترتيب اصبح دلوقتي دمياط مركز اول بثلاث نقاط بورفؤاد اول الاثنين هو بنحسب اللي له الاهداف الاول. انا الاهداف مش قدامي بصراحه انا الترتيب جاي لي من سمير بدر واول اسبوع النهارده والبورفؤاد رقم اثنين الثالث رقم بثلاثه بونت. السنبلاوين زيرو فقوس زيرو ده من زميلنا وصديقنا الاستاذ سمير بدر. بقيه المجموعات يا كابتن لو احنا قلنا بقى يعني اديني كده مجموعه بس عشان نتكلم كده هو يمكن يا كابتن الترقي يمكن ده تاني ترقي ينطلق في التسع مجموعات. انطلق من اسبوعين ترقي بتاع المجموعه اولى الصعيد طبعا متصدره كان اربع فرق وادي النيل وشبان قنا وقوس والتحرير متصدره طبعا ده مجموعه شرسه جدا ومجموعه قويه جدا. الاجمل فيها ان الفرق الاربعه فرق جديده يعني اللي هيصعد هيبقى بقاله خمس ست مواسم 10 مواسم ما شفناهوش في الممتاز بيه كانت اسماء كبيره. وادي النيل هو المتصدر يا كابتن باربع نقاط شبان قنا تحتيه ثلاث نقط قوس الثالث يعني اذا والتحرير الرابع بنقطه اذا لسه ما حسمتش النتيجه في الاسبوع الثاني. الاسبوع الثالث بكره ان شاء الله هينطلق لل انت عارف ان حضرتك ان الترقي رايح جاي كل فرقه بتلعب ست مباريات ثلاثه في ملعبها وثلاثه بره. بكره نهايه ختام في الصعيد ختام الدور الاول هيكون في مباراتين تحرير اسوان هيلاعب وادي النيل تحرير اسوان هيلاعب وادي النيل وشبان قنا هيلاعب اوس. طبعا زي ما قلت حضرتك متصدر وادي النيل فرقه كويسه جدا وفرقه فيه اهتمام وفي امكانيات وان هم ماشيين كويس لكن هقول لحد الان لسه ما حسموش الصعود لان هم اربعه بونت تحتهم شبان قنا
3 بوينت. المجموعه الثانيه؟ المجموعه الثانيه طبعا لسه ما انطلقتش، اللي هي مجموعه سوهاج، صعد منهم طهطا واخميم. وصل مين دلوقتي؟ طهطا اربع فرق، طهطا واخميم في الثانيه الف، وبتروح اسيوط والقصيه. بتروح اسيوط طبعا فرقه كبيره جدا، وفرقه طبعا لعبت كتير. صعدوا لعبوا دوري ممتاز، ولعبوا دوري ممتاز اكيد. والقصيه الترقي ده هينطلق الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. اربع فرق اقوياء جدا، واربع فرق وراهم ادارات قويه. ده الصعيد في سوهاج. المجموعه الثالثه كابتن الف وبيه، طبعا احنا عارفين النظام عشان الناس برضو هي اللي ما تابعتش النظام. المجموعه الف وبيه بيصعد اول وثاني زي نظام برضو المجموعات بتاعتنا، بيلعب ماتش رايح جاي واللي بيصعد الاول. المجموعه طبعا الثالثه اللي صعد منها ناصر الملاوي وبيبا وطاميه، لعبت ممتاز بيه قبل كده، وابوكسا اللي هي دي الفيوم يا كابتن. دي مجموعه الفيوم. المجموعه الرابعه طبعا اللي هي مجموعه الجيزه، صعد منها الدخان والاعلاميين. دخان صعد اول، طبعا الدخان منطلق قوي جدا، والفرقه دي ربنا يعينكم يكون في عون بقى فرقه البلاستيك او الاتصالات او السكه اللي ربنا هيكرمهم ويحالفهم ويتفقوا يصعدوا. فرقه الدخان انا رحت راقبت 3 4 ماتشات، فرقه قويه جدا جدا. فلازم تكون محطوطه في الحسبان، وفرقه الاعلاميين برده من الفرق كويسه جدا. لكن احنا بنقول في الترقي اللي مش بالاقوى في الادوار الاولى، باللي يقدر يجيب بونت، باللي يقدر يجيب بونت يخطف بالظبط. طبعا المجموعه الشائكه اللي بنقول عليها مجموعه بتاعتنا بتاعت لا انا عايزك تقول لي الاليوبيه الاول. الاليوبيه طبعا برضو مجموعه شائكه كابتن صعد، لكن المجموعه السبعه الف والسبعه ب، السبعه ب خلاص صعد ميجا سبورت ودي كيرنس، اللي الفرقتين دولت خلاص صعدوا رسمي من الاسبوع اللي فات. كان النهارده اسبوع تكميلي كده. ده دي مجموعه الاليوبيه؟ لا دي المجموعه السابعه ب اللي هي هتلعب مجموعه الاليوبيه. اما مجموعه الاليوبيه كانت النهارده طبعا كنت براقب مباراه هناك، كانت النتائج كلها ما حسمتش يا كابتن. هيحسم برده نفس ظروف مجموعه القاهره. ثلاث فرق هيحسم منهم في الجوله الاخيره. فريقين هم اللي هيصعدوا. الاول بهتيم وتلا وبنها. فرقتين من الثلاثه دول هيصعدوا. عرب الرمل اخباره ايه؟ عرب الرمل طبعا النهارده حقق فوز مع كابتن عبد الحميد بدر. لكن انا عايز اقول ان انا بقولها كده والاجر على الله، الظلم كتير قوي. اما 12 بونت يا كابتن خليل، 12 بونت يشالوا. هو عنده كام بونت دلوقتي؟ هو طبعا هقول لحضرتك، هو عرب الرمل طب ما نخلي الكابتن عبد الحميد يكلمنا هو اللي يقول لنا. 33 بونت. لكن انا عايز اقول حاجه قبل ما الظلم جدا، 12 بونت اتاخدوا منه. انا بقول لاتحاد الكوره يعني اذا كان عبد الحميد بدر من زمان وانتوا بتقولوا راجل بتاع مشاكل، لا انا رحت له ثلاث مشاكل وربنا يسالني على الكلام ده. ثلاث مشاكل وثلاث مباريات؟ لا بيقولوا انه بتاع مشاكل. ابدا مش بتاع مشاكل. رحت ماتشين يا كابتن، انسان على خلق جدا جدا، لكن اتلغى له ماتش في بهتيم، اتلغى له ماتش في ملعبه قدام بنها، اتخذ الثلاثه بونت بتوع تلا رغم ان كان الاحداث متناقضه تماما. وانا بقول الله يكون في عونك. هو طبعا زي ما احنا قلنا ان منبر حلم الاضواء هو منبر لكل انديه القسم الثاني والثالث، وبنتلقى جميع، لان احنا لازم نكون في ظهر الانديه بس في الصح، ولو هناك خطا احنا بنقول ده خطا. يمكن انا استوقفني قوي ان 12 بونت اتخصموا ليه، انا عايز اسمع من الكابتن عبد الحميد. كابتن عبد الحميد الو. الو ايوه يا كابتن، منور. ايوه كابتن انا معاك. منور يا كابتن. كابتن خليل عامل ايه، اخبار حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معانا طبعا الاستاذ عبد المنعم حسن والكابتن تامر عبد الخالق نادي البلاستيك. كابتن في ايجاز سريع كده عشان بس وقت البرنامج، ايه المشكله اللي خصمت منك ال 12 نقطه؟ طبعا الاول برحب بالاستاذ خليل وتحياتي مع الكابتن تامر والكابتن عبد المنعم. المشكلة يا كابتن احنا في الدوري دوت يعني عندنا أول لقاء لينا كان بنا في عرب الرمل، لعبنا 10 دقايق من المباراة، بنا كان سجلت هدف، ففي اعتراض عادي على الحكم، فنزل قام جه واخد الحكم والحكم انضرب وخدوا الفرقة ونهى الماتش. ادي ماتش. الماتش الثاني رايحين نلعب بهتيم في بهتيم، طبعا كان بهتيم أول الدوري 24 بونت واحنا 23 بونت، ما كانش في امن. فطبعا تخوفنا نلعب بعدم تواجد امن، ان احنا كنا ضارينا باضرار من ماتش بنها اللي كانت حصل فيه المشكله، وقبليها كان عندنا ماتش فتوح حصل فيه المشكله وماتش في وادي سبين. فاحنا كانت لنا رؤيه ان احنا لازم نلعب ماتش اول وثاني، لازم يكون في قوات امن حفاظا على لاعبتنا، بيجرأ الحكم بيجرأ لاعبتنا ان احنا ناخد قرار. فطبعا ما لعبناش، فوجئنا بعد الماتش بساعتين اثنين طلع قرار من اتحاد الكره بهزيمتنا وخصم 3 بونت، ادي 9 بونت. الحكم وافق، الحكم معلش في النقطه، الحكم وافق ان نلعب بدون امن؟ الحكم يا كابتن احنا بنقول له يا كابتن قال انا صفاره بس ماليش دعوه. يعني تمام، يبقى كتب في تقريره ان انتوا رفضتوا انسحاب. لا 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 ما رفضناش، لا 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 احنا ما رفضناش. انت رفضت تلعب الا بامن؟ طبعا. تمام.
انا جاي لمنشور اتحاد الكره لا تقام مباراه لا تواجد قوات الامن. الحاله الثالثه الحاله الاخيره بتاعت ماتش تلا دوت طبعا كان موجود الاخ الفاضل الاستاذ عبد المنعم، ودي بقى لسه انتوا بتتكلموا في حته الضمير، والناس انتوا بتتكلموا كتير جدا وبتشيدوا الناس بالضمير والناس اللي عندها ضمير. ماتش تلا ده كابتن غريب اقتحام جمهور ارض الملعب، اخو رئيس نادي تلا يجي يشتمنا واحنا قاعدين على دكه البدلاء، صلت لعيب من البدلاء يضربنا، الجمهور حدف طوب علينا، اللي نزل الملعب اقتحام اكتر من 80 متفرج او 90 متفرج ارض الملعب، المباراه توقفت فوق ال 20 دقيقه، اتنقلنا للمستشفى انا وبعض اللاعبين للمستشفى في تقرير طبي بيدل على هذا. فطبعا النهارده اقتحام جمهور ده بيدينا 3 بونت، واحنا النهارده لو خدنا 3 بونت بتوع تلا احنا في المنافسه. لو ماتش بقى تيم اتعاد بقى تيم النهارده واخد 3 بونت مش بتوعه عنده 39 يبقى 36، بنا واخد 3 بونت مش بتوعه 34، تلا واخد 3 بونت مش بتوعه 34، وانا 35 بونت. يعني انا النهارده الثاني شرعي، الثاني شرعي وليا ثلاث مشاكل في ثلاث مباريات. انت عندك دلوقتي 35 غير ال 12 اللي اتخصموا؟ 35 غير الخصومات كلها يا كابتن، اللي هي ال 12 لا 9 كده كده. يعني انا اول الدوري النهارده يبقى 9 بقى 9 زائد 9 زائد ال 35 يعملوا لك 44 نقطة. 44 بونت بالظبط كده يا كابتن. 44 نقطة ده انت الأول كمان يعني. والأول 39 يا كابتن. يا كابتن احنا عرب الرمل، أنا مش بنها ولا بهتيم ولا غزل شبين ولا ميت خاقان ولا سيرة الليان، احنا نادي عرب رمل قرية. والفرقة بتاعتنا ديت يا كابتن لما احنا بقول لك عبد الحميد ندى بتاع مشاكل، بص الفرقة عبد الحميد ندى ما عنديش حالة طرد طول الموسم، ما عنديش حالة إيقاف لعيب طول الموسم. فاهمني يا كابتن؟ الحمد لله احنا شغالين بنظام كويس جدا، واحنا الحمد لله بنحترم الناس المحترمه جدا جدا جدا، الناس اللي عندها ضمير بتبقى في قرب وجهات نظر بيننا وبينهم، اللي في بعد نظر بيننا وبينه اللي بيقولوا ان احنا بتوع مشاكل، الناس اللي هي بيغيب عنها حته الضمير شويه، الناس اللي هي بتجامل الناس بقرار، الناس اللي هي بتحل كلمه الواحد، انما احنا اي حد معانا محترم بيتعامل احنا محترم. طبعا يعني احنا مع بنتفق معاك في كل اللي بتقول يا كابتن عبد الحميد، ويعني هو الاستاذ او الكابتن عادل محفوظ كان المفروض هيكون معانا النهارده ولكن لظروف ابنه ربنا يشفيه ويعافيه وهنطمن عليه، ويا ريت اتصال تليفوني حتى لو نص دقيقه يطمن كل محبيه، لان احنا في بدايه البرنامج قلنا. فيعني بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد الحميد. بعد اذنك انا بقول للاستاذ الكابتن عادل محفوظ الف سلامه على ابنك، هو راجل جدا محترم جدا وعادل بياخد قرار محترم، وبالذات ينزل في الثلاث ماتشات دول حرام، حته الضمير حرام. اكيد 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 حرام اكيد حرام باذن حرام. الله كابتن عبد الحميد اكيد هو بيتابعنا، ولو ما تابعناش دلوقتي بيتابع في الاعاده، لان هو بيهتم بهذا البرنامج بصفه خاصه، لان احنا بنبرز او بنتكلم على كل مشاكل القسم الثالث والقسم الثاني. اتمنى ليك التوفيق ان شاء الله، واكيد هيكون هنطلب رد الكابتن عادل محفوظ ان شاء الله في هذا الموضوع، ونشوف ايه الاجراءات اللي ممكن تتبع. ولكن انا ما اعتقدش النهارده واحنا دخلنا على التصفيات خلاص ان نقدم التماس ونقلب المجموعه، هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا يعني، ولكن نستفيد من المواقف اللي جايه. بشكرك كابتن عبد الحميد ندى مدير فني عرب الرمل. كابتن سريعا كده انا عايز اروح للقسم الثاني. انا الاول عايز اهني نادي الاعلاميين بصفه خاصه، اهني نادي الشرقيه للدخان بالصعود، اتمنى ان منطقه الجيزه ومنطقه القاهره ان شاء الله نشوف فيهم ديربي في الترقي يكون جميل زي الموسم اللي فات، ويصعد من يصعد ويخفق من يخفق، ولكن في الاخر الاربع انديه انديه محترمه جدا وشغاله كويس. انا عايز اخدك بس للمجموعه الثانيه، مش هبدا للمجموعه الاولى، وحكايه مباراه الزرقاء واف سي مصر، وواضح كده ان اف سي مصر ديت بقت مبارياتها كلها فيها ضرب ضرب، ما فيش تيمه يعني. ماتش نجوم المستقبل الحكم انضرب مش كده؟ طبعا. ماتش الزرقاء الحكم انضرب، بقت قصه جديده، وسببها ال 18 نادي اللي هياخدوهم كله النهارده بيصارع على ان يكون رقم 7 عشان على الاقل ابقى موجود في الليجا. اتفضل يا كابتن. اكيد طبعا يا كابتن، هو في خلفيه للموضوع دوت. لو قلنا من البدايه ان لو شفنا احنا مين المدير الفني لفريق اف اس مصر، كابتن خالد جلال. تمام. كابتن خالد جلال الموسم اللي قبل اللي فات واللي قبله كان مدير فني فريق منتخب السويس، نفس الاحداث واكتر، وهو ماسك منتخب السويس كان بيلاعب الزرقاء في الزرقاء، حصلت يا كابتن انا اسف الكلمه كارثه رياضيه داخل ملعب الزرقاء، وضرب حكام وضرب فريق وضرب وضرب وضرب. الموسمين اللي بعديهم ماتشات السويس والزرقاء اتنقلت خارج السويس كلها وخارج الزرقاء كلها بقرار من اتحاد الكوره لعدم حدوث او احداث اي احداث شغب في المباراه. طبعا يمكن انا بقول ان في كان في تحفيز
وحافز سيء جدا من جماهير الزرقاء. انا رحت ملعب الزرقاء وعارف الاجواء هناك كويس جدا. وطبعا بنتمنى للحاج سمير موسى اخونا الكبير طبعا رئيس النادي الشفا طبعا كان دايما متواجد في المباريات وكان في حافز كبير جدا يا كابتن من جماهير الزرقاء ضد خالد جلال مش ضد اف سي مصر. فكون ان خالد جلال هو اللي جاي اعتبر ان فريق منتخب السويس هو اللي بس ده برضو لا يؤدي ان ينزل عضو مجلس اداره والسيد ربيع مش كده اكيد ويضرب حكم دي مش مطلوبه ولا نحبها تكون في الكوره مهما كانت الاسباب اكيد يا كابتن. اللي واصل لي ان هو فعلا ضرب حكم المباراه فعلا وان هو كانت النتيجه واحده كانت التعادل وبعدين في كوره جت في بطن العارضه وافتكروا انها دخلت ما حسبهاش واستمر اللعب نزلت الجماهير طلعهم بره استأنف اللعب خلال دقيقه من حظ الاسود يعني يقوم افس مصر يجيب الهدف الثاني الملعب يبوظ ويتمال كل ده مرفوض يا كابتن عبد المنعم في الدقيقه 48 ده حصل يا كابتن في الدقيقه 48 في الوقت الضايع فانت عارف النهارده لما فرقه بتخسر في الدقيقه 48 النهارده لا وعلى فكره الزرقاء زي ما بنتكلم على المرج كده صعب انك تاخد بونت هناك صعب جدا الملعب تاخد الثلاثه بونت تاخد 3 بونت دي بقت مشكله. طب نقول النتائج كده يا كابتن تامر بتاعت المجموعه الثانيه فرق ونبروت لا الثانيه المجموعه الثانيه كده ممكن نقولها اوكي المجموعه الثانيه نتائج مش هنفكر. الشرقيه والمريخ 1-0 للشرقيه البنك الاهلي 3-2 وكان منتخب السويس اللي ماتش البنك الاهلي ومنتخب السويس كان ماتش مثير جدا يا كابتن في المقدمه وكابتن عبد المنعم هناك فرقه المنتخب السويس كسبانه 2-0 والشوط الثاني كابتن احمد شعبان بصراحه عمل تغييرات وقدر يكسب يحول النتيجه من 2-0 ل3-2 لصالح الزرقاء واف سي مصر 2-1 لاف سي الفنار وسيراميكا 1-0 لسيراميكا جمهوريه شيبين على القناه 1-0 نجوم المستقبل على الشمس 1-0 قرابه اسماعيليه ترسانه كسب قرابه اسماعيليه 2-0 اتحاد الشرطه كامباي يمكن كده خلاص الترسانه مركز اول 40 نقطه سيراميكا وكليوباترا 37 نجوم المستقبل عنده 19 مباراه مش 20 زي الترسانه وسيراميكا عنده 36 في حاله فوزه هيوصل لل 39 ده نجوم المستقبل واف سي مصر 35 بونطه بيعمل ماتشات كويسه في المباريات اللي فاتت يمكن المفروض النهارده يكون معانا الكابتن لاء نوح وواضح كده النهارده كان المفروض هيكون معانا نتكلم معاه عن الترسانه ومشاكل الترسانه واضح انه يا رب تكون الظروف خير يا رب في عدم حضوره لانه حتى كمان ما اعتذرش وعلاء نوح يعني ابن من ابنائي وانا متاكد ان هو في حاجه بس اتمناها يا رب تكون خير باذن الله ولازم نطمن عليه. كابتن المجموعه الثالثه هي طبعا المجموعه الثالثه كابتن فاركو فاز على نابارو 2-1 تمام كوكاكولا اتعادل مع بلديه المحله 1-1 كفر الشيخ طبعا ودي عملت ازمه كبيره جدا اتعادلوا 1-1 في ملعبهم مع بني عبيد وطلع تصريحات بقى اقاله الجهاز الفني وكل المواقع كتبت اتصلت بالكابتن عبد الناصر والاستاذ اشرف حلمي رئيس النادي قال لي مفيش كلام من ده خالص مفيش اقالات الجهاز ما احنا يمكن معانا مباراه فاركو ومعانا اهداف مباراه فاركو تقريبا كده ممكن نشوفها واحنا بنتفضل اكيد اكيد وطبعا المنصوره خسر من الاولمبي كابتن احمد ساري في الاولمبي بدا اهي اول انجاز بعد المشكله الكبيره بعد ما مشي اتفكت لما هرج معاه طبعا بقول له الخير على قدوم الماشيين فقعد يضحك فمشي اول مباراه يكسبوها طبعا الكابتن احمد ساري والاولمبي اسم كبير طبعا فرقه كبيره استاذ طارق السيد رئيس النادي حد محترم وحد كبير جدا بالنسبه لنا وقيمه وقامه يعني غزل المحله طبعا ما زالت الكوارث والسقطات بتاعته خسر من ابو قير يمكن ابو قير بقى له 6 جولات او 5 جولات ما بيكسبش مع الكابتن احمد الكاس اما المحله يخسر من ابو قير اذا في علامات استفهام نتمنى ان فريق المحله يرجع تاني باسمه وتاريخه يمكن معانا مباراه فاركو ونابارول انتهت 2-1 يعني بنشكر الاستاذ سامي وعبير عبد الشفيع على هذه اللقطات اتفضل يا كابتن شربين طبعا يمكن بيقول ان انا هابط طبعا شربين كابتن جمال المقص واستاذ ممدوح جعفر رئيس النادي خسر من حرس الحدود امر طبيعي جدا بس في ملعبه 2-1 ده منهور برده من بعد الكابتن عفت نصار واحد بعد واحد. اكتر نادي غير مدربين 1-1 مع الحمام من السمنود طبعا كان مع كابتن خسر من مركز تعادل مع مركز شبكه محمد الكابتن اكرم عبد المجيد ما شاء الله ماسك 5 جولات الكابتن اكرم عبد المجيد عايز اوجه له التحيه من هنا لما يروح يمسك عامل نتائج كويسه جدا 5 جولات يا كابتن 4 فوز 4 فوز واحده تعادل واحده تعادل فاذا النهارده الراجل ده بيقول التعادل ده عشان ما جالناش في حلم الاضواء هو ما جاش حلم الاضواء هو ما كان هنا كان قبل ما يتعاقد معكم حماده فقلت له ان شاء الله ربنا يكرمك وربنا يوفقك وبتاع خد الله حماده 4 ماتشات مكسب وبعدين دروع عشان ما اسمعش كلامه مشوار بعيد عليا يا كابتن يعني يمكن في هذه المجموعه
المباريات المتبقيه لحرس الحدود يمكن نشوفها مع بعض. عنده مباراه غزل المحله داخل الارض، ومنيا سمنود داخل ملعبه، الاولمبيا كابتن تامر داخل ملعبه، البلديه داخل ملعبه. عنده اربع ماتشات على ملعبه، غزل المحله، منيا سمنود، الاولمبيا، بلديه المحله، وعنده اربع خمس مباريات خارج ملعبه. المنصوره، مركز شباب كوم حماده اللي احنا بنتكلم عليه بيعمل نتائج كويسه، ابو قير الاسمده، الحمام، بني عبيد. في المقابل بقى كفر الشيخ اللي بينافس معاه عندهم عنده على ملعبه دمنهور، الحمام، كوكاكولا، غزل المحله، منيا سمنود. عنده خارج الملعب نبروه وفاركو وشربين والمنصوره. كلها ماتشات يا كابتن ملهاش حسابات يا كابتن تامر. هل في حسابات بالاسماء؟ لا لا يا كابتن مفيش. لا لا. يعني هل هي بالاسماء؟ انا شايف الانديه الجماهيريه كلها والله بص بدون استثناء واقع، باستثناء كفر الشيخ الوحيده اللي داخله بتاع اليوم. التوفيق بتاع اليوم، التوفيق بتاع اليوم، المباراه المتبقيه دي بالذات، سواء في القسم الثالث او القسم الثاني. تمام. اخيرا كده كابتن عبد المنعم، كلمه كده، ال 18 فريق السلبيات ايه بتاعتها وايجابياتها ايه في نص دقيقه؟ المجموعه الثالثه؟ لا، ال 18 فريق التوتال اللي عايزين يعملوا الموسم الجاي. طبعا سريع كده. انا حتى الان لم يصدر قرار رسمي، مع ان حصل اجتماع واثنين في اتحاد الكره، لكن لم يصدر قرار رسمي. هتاخد رايي بقى انا كابتن، رايي الخاص. احنا النهارده لو فكرنا في مصلحه انديه نادي البلاستيك ونادي الزمالك ونادي الاهلي ونادي من اول الممتاز لحد تحت، هنفضل في مصر محل كثير. يمكن انا اختلف عن كل الاراء، كل يا كابتن من تحدث من الانديه عن ان دوري ال 18 نادي اللي هو محترفين به، لا 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 لا، انا بقول هو ده الدوري اللي هيرفع من شان اللعبه، ده اللي هيرفع من شان المسابقه بتاعتكم. لو بصينا للصالح العام للكوره المصريه عموما، احنا اصبحنا كابتن دوله كاس عالم. فاذا النهارده احنا مش اقل من الدول العربيه اللي عندهم دوري محترفين الف ودوري محترفين ب وناجحين واسمائهم كده جدا، واصبح عندهم منتخبات. يمكن السعوديه وصلت كاس العالم اكتر مننا، الامارات، يعني دول كثيره. احنا انا اسف الكلمه، احنا اساتذتهم في الكوره صعدوا كتير. شايف انت ان احنا نستمر فيها؟ نستمر يا كابتن. وانا بقيت قرار اتحاد الكوره ان ال 18 نادي لصالح لعبه كره القدم، اما للصالح الخاص النادي اللي يقول لك لا انا هبقى ممتاز بيها، مصالح شخصيه. لا، شايف ازاي يا كابتن تامر؟ انا شايف هل هتضر القسم الثالث انت النهارده طالع؟ هتضرك؟ طبعا تضر. خاصه اصل هي 18 فرقه دول حسبتها هتلاقي انديه شركات كلها اللي تبقى 18 فرقه. من وجهه نظري انا، انديه جماهيريه قله الامكانيات الماديه هتوقعها. اللي معاه فلوس وامكانيات ماديه هو اللي هيستمر في ال 18 فرقه. انديه جماهيريه هتتضر جدا من الموضوع ده. يعني انت ضد القرار؟ ضد القرار. يعني انا سعيد بيكم واتمنى لك التوفيق يا كابتن تامر ان شاء الله بكره، ونتمنى التوفيق للسكه، ونتمنى التوفيق للاعلاميين، ونتمنى التوفيق للاتصالات، ولكن حسب كله ولكن هي حسب النيه والتعاطف. التعاطف ده خد بالك بتبقى دعوه من القلب. فانا عزومه بس في السيده زينب وربنا، يعني عزومه في السيده زينب وربنا يكرمها. وليد ده بس يجيب لنا الفشه والمنبار. ماشي الكابتن وليد على هو اللي هو يحضر العزوم، منبار وفشه وكده وبتاع، ويجي لنا هنا حلم الاضواء. ربنا يكرمك ان شاء الله. يا رب. بشكرك كابتن عبد الحبيب. انا بشكرك يا كابتن، ودايما يا رب مؤثر في المجال لانديه المظالم والغلابه زي ما بنقول. اشكرك يا كابتن، بشكركم جدا. يمكن وقتنا خلص، والاستاذه مريم المخرجه عماله تقول لي يلا يلا، وانا شكلي كده ان شاء الله بكره الاعاده الساعه 10 مساء باذن الله، والقاكم يوم السبت القادم باذن واحد احد كده، وهيكون معانا بقى مين صعد ومين قعد ومين ضحك ومين جفشه ومنبار. نلقاكم على كل خير. السلام عليكم. لأعلاف هيرمان. أعلاف نباتية